يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. في الحقيقة احنا في مصر محظوظين بأن عندنا تاريخ فني وثقافي عظيم جدا. عندنا رموز فنية رغم رحيلها لكنها بتعيش بيننا طول الوقت، وده طبعا بسبب أعمالهم اللي قدموها طول مشوارهم الفني. النهاردة إحنا بنحيي مع حضراتكم ذكرى وفاة الفنان الجميل عادل أدهم. الجمهور لقبه بألقاب كتيرة جدا زي برنس السينما المصرية وشرير السينما الظريف، لأنه كان عنده لمسته كده الطريفة، يعني هو بيقدم الأدوار الشريرة، ولأنه طبعا قدم أدوار كتيرة جدا فيها دراما وشر، كان بيعرف يعمل الميكس ده كويس جدا، لكنه كان بيقدمها بخفة ظل وبأداء بيوصل لقلوب الجماهير يا بسنت. حقيقة شاذلي، وكان عنده فلسفته الخاصة بأدوار الشر، وزي ما أنت كنت لسه بتقول في بداية كلامك إن إحنا محظوظين بالممثلين بتوعنا في السينما المصرية. كان عندنا ممثلين بيقدموا دور الشر لكن بطريقة خلدت في الذاكرة للسينما المصرية، منهم طبعا عادل أدهم اللي ليه فلسفته الظريفة زي ما أنت بتقول. وعايزة أقول لك إنه لو شفنا كده تاريخه وأفلامه، كان فيلم المجهول يمكن من أصعب الأفلام اللي قدمها، لأنه كان يعني بيعمل فيها دور الشرير الأخرس، فكان ليه فلسفته كده الخاصة فيه، الشرير اللي هو عايز يوصل الرسالة لكن هو كان أخرس، فكان ليه كده طريقة بلغة الجسد وتعبيراته وتعبيرات وشه الظريفة زي ما كان شاذلي لسه بيقول. يعني الفنان عادل أدهم من الفنانين اللي في الحقيقة ارتبطنا بيه جدا إحنا كجمهور بشكل كبير. عايزة أقول إنه يعني واجه كمان في بداية حياته زي وزي أي حد نجم كبير، يعني بيبتدي بداية بيبقى فيها شوية صعوبات، وبداية حياته كان فيها إحباط شوية لدرجة أنه ساب التمثيل خالص واشتغل في تجارة القطن في الإسكندرية، ونجح جدا على فكرة في التجارة دي، وكمان كان بيشتغل في بورصة القطن، لكنه برضو كان لسه عنده حلم التمثيل اللي فضل وراه، ما كانش عايز يسيبه أبدا. عشان كده لما قابله المخرج أحمد ضياء قدمه مرة تانية في فيلم هل أنا مجنونة سنة 1964، وكانت دي يمكن الانطلاقة الحقيقية للفنان عادل أدهم. طبعا زي ما انت قلتي، هو الناجح بيكون ناجح في كل حاجة. الفنان عادل أدهم شارك في أعمال كتيرة جدا مهمة، وقدم في مسيرته حوالي 84 عمل فني، من ضمنهم فيلم الجاسوس وجناب السفير، فيلم أخطر رجل في العالم، وطبعا كلنا فاكرين دوره مهم جدا في فيلم السمان والخريف، وفيلم ثرثرة فوق النيل، وأيضا الشيطان يعظ، وفيلم الراقصة والطبال، وغيرها وغيرها طبعا من الأفلام الكتيرة. طبعا ومن أهم الأفلام اللي أنا بحبه جدا على المستوى الشخصي فيلم الفرن. احنا النهارده يمكن موضوعنا شويه تفاعلي، وعايزين نعرف منكم يعني انتوا ايه الافيه اللي انتوا يمكن فاكرينه، اللي هو ليه افيهات كتيره جدا في افلامه ومرتبطين احنا بيها شويه، يمكن بنقولها لغايه دلوقتي في كلامنا. فسؤال حلقتنا النهارده، ايه هو الافيه اللي لسه فاكره لعادل ادهم؟ قول لنا على احلى افيه. انت احلى افيه بالنسبه لك ايه؟ كل يعني هو الاول ما بيتكلم اصلا بنبتدي نركز عشان عارفين ان الافيهات بتاعته دي احنا طبعا زي ما انت قلتي كده ايه بنستخدمها في يومنا بشكل عادي. طبعا فيلم الفرن انا ده من اهم الافلام اللي بحب اتفرج عليه، لانه دمه خفيف جدا، يعني هو طالع شرير وكل حاجه بس فعلا دمه خفيف. فطبعا المشهد المعروف عندنا كلنا لما دخل يونس شلبي وكان عايز ياخد حقه في الفرن، قال له حقك فين؟ قال له في الفرن، قال له ده اكيد اتحرق ما هو في الفرن بقى، فقال له الحق اللي يمشي ولا الباطل؟ فضل يسال الناس، قال له الحق اللي يمشي، قال له انت يا انا الحق، قال له طب امشي. ايوه صح صح، قال قعد يسال فعلا الناس اللي معاه في الفرن كل الحق يمشي. انا عجبني قوي كمان ليه، انا عندي كذا افيه ليه، بس من اكتر الافيهات اللي يمكن بنشوف الناس بتكتبها على السوشيال ميديا كتير، في ناس كده بنشوفهم وبندعي ربنا انه يجعل معرفتكم سودة في ميزان حسناتنا. ناس كتيره يمكن بتكتب الافيه ده فعلا تكفير ذنوب، هو قالها من زمان، يعني قال الافيه ده من زمان قوي. وفي كمان في الفيلم اللي كان مع سناء جميل، رحيله سناء جميل، لما حسين فهمي دخل هو ظابط زكي ادرك وبيسال فهو سلمها ليه على طول، ايوه هي صاحبه، ايوه البضاعه دي بتاعتها، ايوه هي اذبح زكي ادرك، يذبح زكي انا عبد المامور، قال له ساعه الظابط انا عبد المامور، هي تقول اذبح زكي ادرك مش ممكن، يعني في ثانيه الا ربع كده يعني باعها.
دي كانت افهاتنا احنا اللي احنا فاكرينها للراحل عادل ادهم. قول لنا انت بقى كمان، قولوا لنا ايه الافهات اللي انتوا لسه فاكرينها ليه، وهنستعرضها معاكم في خلال الحلقه النهارده، وهيبقى في محطات كتير هنقف عندها ونتكلم عنها للراحل عادل ادهم. مستنيينكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. جمعه مباركه على حضراتكم جميعا. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لميا ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس في مختلف المحافظات. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا باسانت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وجمعه مباركه على حضراتكم. خلونا نستعرض معاكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. النهارده الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، كمان في شبوره مائيه كثيفه صباحا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجه الحراره النهارده في القاهره 22 درجه، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 28 درجه، اقل درجه حراره هتكون في كاترين 15 درجه. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه. برحب بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نبتدي بالاخبار اللي معانا. مجلس الوزراء وافق امبارح على عده قرارات، ابرزها حزمه الاصلاحات اللي وجه بيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان تحسين دخول العاملين بالجهاز الاداري للدوله، واللي بتتضمن رفع الحد الادنى للاجور بنسبه 50% ليصل ل 6000 جنيه شهريا. كمان من ضمن الاحداث اللي حصلت امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بقيام مختلف الوزارات بالعمل على تفعيل مخرجات المرحله الاولى من الحوار الوطني، وان يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصه بوزارته، سواء بقى فيما يتعلق باعداد مشروعات القوانين او القرارات التنفيذيه اللي تم التوافق بشانها. تفاصيل الاخبار دي واخبار ثانيه هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، أبرزها حزمة الإصلاحات اللي وجه بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والكادرات الخاصة وأيضاً الهيئات العامة الاقتصادية، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات، وعقد معاه اجتماع لمتابعة التحضيرات اللازمة لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 خلال الفترة من 4 ل 8 نوفمبر المقبل. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد برنامج الهابيتات، مؤكداً حرصه على المتابعة الدورية لما تم إنجازه فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية للمنتدى الحضري العالمي اللي بتتطلع مصر لأن يتم تنظيمه على أعلى مستوى على غرار مؤتمر قمة المناخ COP27 اللي استضافته مدينة شرم الشيخ نهاية عام 2022. امبارح أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي بهدف إعادة الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة. امبارح وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين أو القرارات التنفيذية اللي تم التوافق بشأنها. كما أشار إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية بهدف تفعيل هذه التوصيات اللي حدث توافق بشأنها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة أسوان تم اعتماد 21 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة، واللي بتعتبر تاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. أما في الأليوبية فتم الانتهاء من تطوير الكورنيش عشان يكون متنفس جديد لأبناء مدينة بنها، مش بنها بس، كمان بالنسبة للمدن المجاورة. كمان في الغربية بيتم إنشاء مركز خدمات مصر، واللي بيهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، وكمان تسهيل الإجراءات على المواطنين. في أسيوط تم تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى منفلوط المركزي بنسبة بلغت 90%. تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في كفر الشيخ تم تنفيذ التجهيزات لأعمال الرصف بقرى التمانين، سبع السلام والحفير بمركز الحمول ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية. وبتستهدف أعمال الرصف بالمراكز والمدن رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق. فأسوان أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح اعتماد 21 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في أسوان، اللي بتعد ثاني محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبتشمل وحدات طب أسرة جزيرة أسوان، المحمودية، أبو الريش، الشلال، كيمة، البيارة، الشيخ مصطفى، الدقديق، وأبو سمبل، إضافة لمركزي طب أسرة السيل. في الأليوبية أكدت المحافظة الانتهاء من تطوير الكورنيش بالكامل وتوريد عربات متنقلة للطعام وجاري طرحها للشباب لتكون متنفس جديد لأبناء مدينة بنها والمدن المجاورة، وده ضمن خطة استغلال هذه الأرض حتى لا تتحول لمكان عشوائي يشوه المظهر الحضاري للكورنيش. في الغربية بيتم إنشاء مركز خدمات مصر اللي بيهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد وتسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، واللي بيعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن. في بني سويف أعلن معهد التناسليات الحيوانية التابع لوزارة الزراعة أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في قرى ونواحي المحافظة لعلاج مواشي وأغنام وماعز ودواب صغار المربين، وتم تقديم الخدمات البيطرية المتنوعة لحوالي 6000 حالة لدى 3029 من صغار مربي الماشية. فأسيوط بتشهد المحافظة تنفيذ الأعمال بمشروع مستشفى منفلوط المركزي الجديد بتكلفة إنشاءات بلغت 400 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت 90%، وده ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم، وده تنفيذاً لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030. في الأقصر أعلنت المحافظة انتهاء جميع أعمال مشروع مجزر القرن الجديد وإقامة مركز للخدمات الداعمة لقطاع الإنتاج الحيواني بالمحافظة، وبيمتد مجزر القرن على مساحة 3.5 فدان وبيستوعب 400 رأس من الماشية يومياً، ومن المقرر أن يخدم جميع مراكز ومدن محافظة الأقصر وبعض المناطق في محافظة قنا. بمناسبة ذكرى وفاة برنس السينما المصرية عادل أدهم، إيه أكتر إفيه أنت فاكره ليه؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، وخلينا نشوف بعض التعليقات يا شاذلي اللي الناس كتبتها. إيه هي الإفيهات اللي فاكرينها لعادل أدهم؟ ناس متفاعلة قوي، ناس صاحية كمان دلوقتي، يعني حل. يوم جمعة ويوم أجازة والساعة 7 الصبح، بس الناس صاحية. في ناهد بتقول أنا الصباع اللي بيوجعني مع الجوش أقطعه، ده من فيلم الشيطان يعز. وإيه كمان؟ في كمان لا، في حد كاتب بقى أسماء الأفلام، يعني مش كاتب إفيهات. فيلم الفرن والسلخانة والأبلسة، مصطفى محمد كاتب كده، وكمان أحمد عبد الخالق سعد كاتب برضو نفس الكلام. حرية توفيق كاتبة صباح الفل على كل أسرة البرنامج، عادل أدهم الله يرحمه كان شخصية غاية في الرقي وبيحمل كل معاني الفنان الصادق والمقنع، وكان في إفيه في فيلم أخطر راجل في العالم، بس هو مش هي مش باين قوي الإفيه إيه هو. وكمان زكي قدرة ده من أكتر الإفاهات في كمان اللي هي فاكراها. في وليد أبو حنين بيقول صباح الفل عليكم، طبعا أفلام الفنان عادل أدهم كلها حلوة، فيلم الفرن بيعرف الناس الشريف من النصاب، وفيلم اتنين على الطريق، وأفلام غيرها كتير قوي، وصباح الفل على الجميع. الساخر دكتور محمد نوفل يعني قايل إفيه هو حلو قوي فعلا. صباح الخير على حضراتكم، الفنان عادل أدهم علامة فنية لم ولن يتكرر وقيمة فنية عالية من إفاهاته، نتقابل في جهنم بقى، ما احنا لو رحنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا طبعا على سبيل الهزار يعني. طبعا أكيد. وائل حجر بيقول أنا وائل حجر من اسكندرية بصبح عليك، وأحلى إفيه الحق هو اللي يمشي، طبعا هو اللي يمشي، طب ما تمشي يا نفس الإفيه فيلم الفرن برضه. وليد أبو حنين ومحمد صباح الخير والسعادة على أسرة البرنامج، صباح الخير على الجميع، أفلام الفنان عادل أدهم كلها حلوة، فيلم الفرن بيعرف الناس الشريف من النصاب، وفيلم اتنين على الطريق، وأفلام غيرها كتير، وصباح الخير بنصبح عليك. طيب في أسامة الططاوي بيقول اذبح زكي قدرة، فيلم السلخانة،
وحشتني قلت أسأل عليك في فيلم الشيطان يعز وأفلام تانية كتير. دي كانت مجموعة من الكومنتس أو تعليقات حضراتكم على إفيهات عادل أدهم. لسه مستمرين في يمكن عرض المحطات من حياة عادل أدهم في خلال حلقتنا النهاردة. تابعونا وخليكم معنا، لكن دلوقتي هنروح لفصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا. خليكم معنا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافي على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. كمان في النهاردة شبورة مائية كثيفة الصبح قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك زلمية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا في حالة من الحالات الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، بدأنا نتأثر بيها من منتصف الأسبوع ومكملة معنا اليوم وخلال الأيام المقبلة إن شاء الله. ارتفاعات طفيفة وفي درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، تعتبر درجات الحرارة خلال فترة النهار أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات. العظمى على القاهرة الكبرى هتكون اليوم 22 درجة مئوية خلال فترة النهار. بنلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترة النهار، وده بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ارتفاعات قيم درجات الحرارة، فبالتالي طقس فترة النهار طقس من مائل للدفء الدافي في معظم محافظات الجمهورية، لأن أغلب المحافظات فيها ارتفاعات في قيم درجات الحرارة والأجواء الشتوية المستقرة فترة النهار. لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاضات كبيرة في قيم درجات الحرارة. الانخفاضات دي بتكون ملموسة وملحوظة أكتر في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. تبقى الأجواء فيها أجواء شديدة البرودة في معظم المحافظات، واللي أحيانا بتوصل لحد الصقيع على المزروعات الموجودة في وسط سيناء نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى فترة الليل أقل من 5 درجات. ونأكد كمان إن المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير بتكون قيم درجات حرارتها أقل من المدن الداخلية، بتحس بالبرودة أكتر. كمان طبعا مع الاستقرار في الأحوال الجوية، الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هي الشبورة المائية. يمكن إحنا اليوم شبورة مائية كثيفة قد تصل أحيانا لحد الضباب في بعض الأماكن، وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. شبورة مائية كثيفة أو ضباب يعني انخفاض كبير في الرؤية الأفقية على الطريق. ممكن أحيانا نلاقي رؤية في بعض الأماكن انخفضت لأقل من 1000 متر، أو في بعض الأماكن الأخرى انعدمت الرؤية الأفقية. ومع تكون الشبورة المائية بشكل كثيف بيكون أيضا في ساعات الليل المتأخر، يعني تقريبا الساعة 3-4 الفجر تستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس. وأحيانا كمان لو الشبورة المائية كثيفة بتكمل لبعد الساعة 9-10 صباحا، فتدريجيا مع الساعة 8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تتلاشي، ومع يعني ساعة أو 2 الشبورة المائية بتبدأ تختفي تماما، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. يمكن كمان في اعتدال كامل في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية. اعتدال سرعات الرياح ده بيخلينا نحس أكتر بالاستقرار في الأحوال الجوية، وبيؤدي أيضا لاعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبيكونوا مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. الأحوال الجوية المستقرة اللي فيها دفء فترة النهار والشبورة المائية طبعا الكثيفة ده مكمل معانا كمان يمكن لحد يوم الاثنين اللي جاي، استمرار قيم درجات الحرارة اللي بتتجاوز 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وطبعا الشبورة المائية الكثيفة لسه مكملة معانا بكرة كمان. فمهم جدا ناخد بالنا، وبننصح كل قائدي مركبات مسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر لازم تكون القيادة بهدوء تام، ونشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، نتبع كافة تعليمات المرور. مهم كمان لازم ناخد بالنا من نوعية الملابس، خاصة لو احنا خارجين فترة الصباح الباكر لازم تكون ملابس شتوية ثقيلة، بلاش نرفضها بأشعة الشمس والدفء ونخفف الملابس. وطبعا لازم نكون في متابعة مستمرة للنشرات الجوية، لأن احنا ما زلنا في فصل الشتاء ووارد جدا يحصل بعض التقلبات الجوية.
خليني أسألك، يعني احنا في أمشير بيبقى يعني أهم ظاهرة جوية هي نشاط الرياح والمحملة بالأتربة وبالرمال، احنا ممكن نتعرض لده امتى خلال الفترة دي؟ هو طبعا احنا بدأنا بالفعل شهر أمشير، واللي دايما معروف في التراث قديما ان هو بيتقسم ل 10 أيام 10 أيام 10 أيام. يمكن احنا خلال هذه الأيام الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، بالفعل هو مشهور بالزعابيب أو الأتربة والرمال المثارة. ممكن احنا متوقع مع يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، يعني الاثنين والثلاث، هيكون عندنا كتل هوائية صحراوية فيها سرعات رياح بتتجاوز ال 40 كيلو متر على الساعة، فإن شاء الله متوقع يكون في بعض الأتربة والرمال المثارة في معظم محافظات الجمهورية خاصة يوم الاثنين والثلاث الجايين إن شاء الله. توصياتك بقى للناس اللي هم مرضى الحساسية والجيوب الأنفية يعملوا إيه في الظروف اللي زي دي؟ طبعا مهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه، لان دايما بيبقى فيه ممكن تغيير في التحديثات، دايما بنحدث النشرات، فلازم نتابع النشره الجويه قبل ما نخرج من البيت. وطبعا لو عرفنا ان في اتربه ورمال مثاره في اي يوم، مهم جدا قبل الخروج لازم الكمامات طبعا، لان دايما الاتربه ورمال مثاره بتسبب مشاكل لمرضى الحساسيه الصدريه او الجيوب الانفيه. ايضا الاتربه والرمال المثاره بتؤدي لانخفاض رؤيه افقيه على الطريق، فمهم كمان تكون القياده بهدوء تام، وخاصه على الطرق الصحراويه او الاماكن المفتوحه بشكل كبير مع الاتربه والرمال المثاره لازم تكون القياده بهدوء تام. واحنا طبعا بنوه ان هو هيكون معانا يوم الاثنين والثلاثه اللي جايين، ونتابع لو في اي تحديثات في النشرات الجويه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 22 والصغرى 12، العاصمة الإدارية 22-11، اسكندرية 20-10، والعلمين جديدة 20-11، مطروح 21-10، ودمياط 20-13، وبورسعيد 20-13، والإسماعيلية 23-9، والسويس 22-10، العريش 21-9، كاترين 15-1، وطابة 21-12، حلايب 25-17، وشلاتين 26-16، شرم الشيخ 26-14، والغردقة 26-14. الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 10، بني سويف 23-9، والوادي الجديد 26-7، أسيوط 23-7، سوهاج 24-7، وقنا 27-9، الأقصر 27-9، وأخيرا أسوان العظمى فيها 28 والصغرى 11. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهارده، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لباسانت وشاذلي نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليك يا لمي. مشاهدينا خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الأوقاف هتطلق قافلة دعوية تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل في 10 مساجد بمركز ومدينة سيدي سالم في كفر الشيخ، وده ضمن 10 قوافل دعوية بتنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية تحت عنوان جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية. لعشاء الكرة الأوروبية وتحديداً في الدوري الإيطالي هيلتقي فريق ساليرنتانا ضد فريق أمبولي الساعة 10:15 مساءً. في الدوري الألماني هيلتقي فريق بروسيا دورتموند ضد فريق فرايبورغ الساعة 9:30 مساءً. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في البداية، النهاردة إحنا بنحيي ذكرى وفاة الفنان الكبير عادل أدهم برنس السينما المصرية، وكنا بنتكلم يمكن عن الصعوبات الكتيرة اللي قابلها في بداية مشواره الفني لحد ما بقى طبعا عملاق بيقدم كل الأدوار، وخصوصا أدوار الشر ليها طابع مميز. لكن خلينا نقول برضو في نقطة مهمة لازم نتكلم عنها يا بسنت، وهي فكرة أنه هو في بداية مشواره الفني اترفض وقالوا أنت مش نافع. فتخيلوا لما عادل أدهم يتقال له أنت مش نافع في البداية، وهو عنده الإمكانيات الجبارة دي في الأداء وعنده الموهبة الرهيبة دي، وتقال له مش نافع في البدايه. أعتقد ان اي حد كتيرة في البدايه كده لازم يحصل معاه كده، لازم يعني حد يحبطه، اسلوب حياه ان الناس تحبط، يعني حد جديد بيحاول. في ناس بقى بتعافر زي الفنان الكبير عادل ادهم، وفي ناس بتستسلم. قدم العديد من الاعمال السينمائيه اللي لسه فاكرينها لحد دلوقتي، خصوصا ادوار الشر، واللي قدمها بطابع مختلف.
يصادف اليوم 9 فبراير ذكرى وفاة الفنان عادل أدهم الذي لقب ببرنس السينما المصرية بعد أن برع في أداء الشخصيات ذات الطابع الدرامي والأدوار الشريرة في السينما المصرية، مع تقديمه عدداً من الأعمال السينمائية التي لا زالت حاضرة حتى الآن. ولد الفنان عادل أدهم في حي الجمرك البحري بالإسكندرية في 8 مارس 1928. بدأ مسيرته من خلال فيلم ليلى بنت الفقراء، وبدأ يظهر في مشاهد صغيرة في دور راقص، وذلك من خلال عدة أفلام، لكن أصيب بالإحباط وترك مجال التمثيل، وقرر أن يعمل في بورصة القطن بالإسكندرية، وسرعان ما نجح في هذا المجال وذاع صيته في هذه التجارة إلى أن حل التأميم فترك تجارة القطن. كده بقى أنت مش بيبو، أنا بيبو، عشان كده لازم تاخد ضربات جزاء. ضربات بقى، خدتك بعافية. كانت بدايته حين قابل المخرج أحمد ضياء الذي شد على يده وأخذ به إلى عالم الفن وقدمه في فيلم هل أنا مجنونة عام 1964، ومن هنا كانت الانطلاقة الحقيقية للفنان عادل أدهم. قدم عادل أدهم للسينما ما يقرب من 84 عملاً فنياً امتزجت فيهم الموهبة مع الإبداع والفن الحقيقي، وبرع عادل أدهم في أدوار الشر ساعده في ذلك صوته الحاد وملامحه الجادة الماكرة، كما قدم دور البواب والباشا ورجل الأعمال وصاحب المخبز، وتنوعت أعماله ما بين الشر والدراما. دوليا خمسة معلم، ودوليا خمسة معلم، يبقوا كام يا؟ يبقوا 10 يا معلم. العشرة دول بتوعك. شارك في بطولة العديد من الأفلام، من أهمها الجاسوس، جناب السفير، أخطر رجل في العالم، ثرثرة فوق النيل، القتلة، الراقصة والطبال، وكان آخر فيلم قدمه هو فيلم علاقات مشبوهة. حصل عادل أدهم على العديد من الجوائز، منها جائزة مهرجان الفيلم العربي بلوس أنجلوس بأمريكا، وجائزة المهرجان القومي الثاني للأفلام المصرية عام 1996، بالإضافة إلى غيرها من الجوائز. الله أكبر، ظهر الحق. سمعت معلم أبير؟ سمعت إيه؟ اللي قالوا رجالتك قالوا إيه؟ الحق هو اللي أنت. توفي في 9 فبراير عام 1996 بعد إصابته بالتهاب رئوي شديد، كما كان يعاني من سرطان العظام، وتوفي أثناء خضوعه لعملية جراحية. طبعا واحنا بنحيي ذكرى وفاة الفنان الكبير عادل أدهم، وده سؤالنا الموجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، بنسأل ايه اكتر الإفيهات اللي انت حافظها طبعا لعادل أدهم. في الناس شاركونا بمجموعة كبيرة من التعليقات، وبرضه واحنا بنتكلم على فيلم الفورنيا باسانت، ويعني هو كان عامل حفلة كده على يونس شلبي، يعني المشهد ده مثلا ممكن يكون مدته على بعضها 3 دقايق بس، كلها المشهد ده كان كله إفيهات بس. ايوه ايوه يعني. لا حتى بيقولوا مين ده؟ قالوا ده امشير بس جاي بدري شوية. لا انا كمان واحنا بنتفرج دلوقتي على التقرير وبيقولوا دول كام ودول كام وضربوا، واحنا بنضحك. انا بحس ان المفروض ان الحاجات دي تبقى بتقرقنا شويه، لكن هو زي ما اتكلمنا يمكن في البدايه كان ليه طريقته المختلفه في الشر اللي يخليك انت مش متعاطف معاه تماما، بس انت بتضحك عليه مش قادر تكرهه غير اي حد تاني انت بتتفرج عليه، انت مش حابب ان انت يعني شره بزياده. لا هو كان عنده فلسفته الخاصه بيه. خلونا نروح يمكن لموضوع تاني دلوقتي، وطلاب فنون جميله دشنوا مبادره لتجميل الميادين بمحافظه الاسكندريه من خلال اعاده تحويل مخلفات البيئه من الاخشاب والخرده، وعملوا ده لمجسمات إبداعية كلها مستوحاة من الطبيعة. يعني هتلاقي مثلا مجسمات لطائر من جذوع الأشجار، دب من البلاستيك، حصان من البحر، ده من الخردة، حصان أو حصان البحر يعني معمول من الخردة، ومجسمات تانية كتير جدا هنتفرج عليها في سياق هذا التقرير. أعمال
أعمال فنية إبداعية صممها عدد من طلاب كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية من المخلفات البيئية ليحولونها إلى مجسمات متميزة ومبتكرة بهدف تزيين ميادين عروس البحر المتوسط. من الأخشاب المهملة والخردة والبلاستيك والكرتون استطاع طلاب فنون جميلة من الإسكندرية تنفيذ عشرات الأفكار استوحوها من الطبيعة وتضمنت مجسمات لطائر من جذوع الأشجار ودب من البلاستيك وأيضاً حصان البحر من الخردة بالإضافة إلى مجسمات أخرى عديدة من الكرتون والمواسير وغيرها من الخامات. فكرة المشروع الذي يشارك فيه 200 طالب تعتمد على تنفيذ مجسمات صديقة للبيئة من خامات متوفرة وتحويلها إلى أعمال جمالية يمكن الاستفادة منها في تجميل وتزيين الميادين مع تحقيق مبدأ الاستدامة التي يتجه إليها العالم. الحفاظ على البيئة واستخدام الموارد المتاحة هو محور المشروع الذي حول المواد المهملة إلى قطع فنية وجمالية تعبر عن أفكار مختلفة ومبتكرة مع الاستعانة بها في ميادين الإسكندرية. طبعاً على المستوى الشخصي أنا بشكر كل طلاب فنون جميلة اللي ساهموا في هذه الأعمال الإبداعية. ليه؟ لأن إحنا جينا في فترة كنا بنشتكي طبعاً من التشوه اللي كان بيحصل في الميادين من خلال مجموعة من الهواة غير المتخصصين بيعملوا أي تماثيل ملهاش أي لازمة وتسيء للمظهر العام، لكن لما نشوف حاجة زي دي حاجة مهمة جداً ولازم نشيد بيها ونشجعهم كمان. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور عمرو عبيد المشرف على مبادرة تجميل الميادين بمحافظة الإسكندرية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. يا أهلا بيك يا فندم. عايزين نتكلم مع حضرتك عن تفاصيل الأعمال اللي بتقوم بيها المبادرة بشكل عام. هو احنا في البداية كده احنا كان عندنا مواد دراسية، المادة دي اسمها مادة تشكيل فني. احنا حاولنا من خلال الكلية ان احنا نقدم مبادرة جديدة ان احنا نستخدم نطور في المادة نفسها ونبتدي نحاول نعمل حاجة تفيد البلد، يعني تفيد البلد وتفيد الإسكندرية بالذات، وخصوصا ان احنا عندنا في الكلية في البداية خالص احنا عندنا الطلبة بتطلع بمجموعة مشروعات وعندنا مواد كتيرة جدا بتطلع من المشروعات ديت مخلفات، يعني يعتبر مخلفات، فقلنا ليه ما نستفدش بالحاجات ديت في ان احنا نعمل حاجة مختلفة، حاجة جديدة، خصوصا ان العالم دلوقتي كله بيتجه لمبدأ الاستدامة وان احنا ازاي نحافظ على البيئة وازاي ان المواد ديت ما نعيدش، يعني نعيد استخدامها. فالمشروع مر بكذا مرحلة، ان احنا في البداية خالص احنا حاولنا نفكر اوت اوف ذا بوكس، نقول للطلبة فكروا لنا في حاجات من الحاجات اللي حوالينا، الحاجات المخلفات اللي حوالينا، الحاجات اللي انتوا بتطلعوها من المشروعات اللي هي بتطلع من زي الكرتون، زي الورق، زي السلك، زي الالومنيوم، بحيث ان يبقى الطالب عنده رؤيه مختلفه للعمل ده، وكل العمل ده اصلا عمل ميداني. القصه كلها ان هو ابتدى الطالب يفكر بشكل بعيد عن المالوف، يعني بياخد مثلا الحديد يقول انا هوظفه ازاي، ياخد مثلا شويه الورق يبتدى يقول انا هفكر في الكلام ده ازاي، ابتدي اعمل منه ماكيت صغير. ابتدينا في المرحله الاولى ان احنا نبتدي نعمل ماكيتات، ابتدينا نتكلم مع الطلبه، ابتدينا نعمل يعني نوع من انواع ايه البرين ستورمينج زي ما بنتكلم كده. ولما عملنا البرين ستورمينج ابتدينا نعمل الطلبه دي ابتدينا نشوف حاجات دي ونبتدي نختار اماكن، نقول والله المكان ده ينفع يتحط كذا، المكان ده ينفع يتحط في الحته الفلانيه، كلها كانت تبقى لازم تبقى متماسكه مع الطبيعه. والطلبه ابتدت تشتغل، ابتدينا ننفذها على سكيل اكبر، ابتدينا السكيل الاكبر دوت ابتدينا الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل الحاجات اللي انت شفتها دي. طبعا مبادره يعني شبابيه، الخامات اللي احنا بنستخدمها دي خامات متاحه حوالينا في البلد طبعا بشكل كبير جدا. انت ممكن تكون عندك مخلفات مصانع، مخلفات شركات، مخلفات كلها ممكن انت طلبة فنون جميلة لو عرفوا فعلا اخذوا الفرصة الحقيقية ان هم يستفيدوا بيها، لا احنا ممكن نشتغل بيها وممكن نعمل معرض مفتوح في اسكندرية، وطبعا نستخدم بقى ماتيريال اكتر استدامة واكتر ايه. وده الجميل ان انتوا بتحولوا حاجة قبيحة لحاجة جميلة جدا. يعني
عايزه اعرف انتوا الاماكن اللي انتوا بتختاروها، يعني حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم عن يمكن اللي بتعملوا برين ستورمنج وازاي بتختاروا الاماكن، لكن ازاي بيقع الاختيار على الاماكن دي وبتركزوا تقولوا اه المكان ده احنا محتاجين نركز على اعمال التكثيف، تكثيف الاعمال التجميليه فيه مثلا، وزي ما كان يمكن شاذلي بيقول انه كان في هواه، بعض الهواه بيعملوا اي حاجه في اي حته، فازاي بتختاروا المشروع ده بالذات هيتحط هنا؟ يعني كلمنا عن البروسيس او الخطوات ايه هي. هو بصي حضرتك، يعني احنا مثلا لما نيجي مثلا ايه نقول ان احنا هنختار حديقه، هنختار مثلا مكان مثلا هنعمل فيه مثلا ميدان يكون فيه مجموعه من الاشجار او مجموعه من الجناين، لازم الاعمال اللي تبقى ما تتحط في الجنينه ديت لازم تبقى متمازجه مع الجنينه. يعني مثلا انا مثلا لو اتفرجت على الصور هتلاقوا برضو مثلا ايه زي انفد وطيور واشكال مثلا فيها اشكال ماسكات وحاجه كده، الحاجات دي كلها محطوطه على الاشجار بحيث ان انا اولا ما اذيش الطبيعه وتبقى في نفس الوقت ايه متمازجه معاها. يعني الحاجات دي كلها لازم تبقى مختلطه بالطبيعه نفسها. فده اختيارنا للمكان نفسه كان بيبتدي كده. لو انا هختار مثلا مكان قدام مصنع مثلا او ميدان مثلا في الشارع، فانا اكيد هختار مواد ثانيه، بس هو كل المواد اللي احنا كنا مختارينها لان احنا كنا مشغلين اصلا داخل الكليه في حاجات بعض داخل الكليه، بس احنا بنقدم بس ايه ماكيت صغير للي هيحصل للي ممكن ده يحصل بعد كده. فكنا بنختاره جوه الجنين، فكان لازم يبقى متالف مع الجنينه نفسها او متالف مع متمازج مع المكان نفسه. وكمان مناسب لهويه مدينه الاسكندريه، وده مهم برضه عشان نحافظ على هويه. كل مشروع من المشروعات ده له فكر، يعني كل مشروع من المشروعات دوت كان الطلبه لازم يقدم له فلسفه، يعني لازم يقدم له فلسفه يقول انا ليه عامل ده. يعني مثلا في مشروع مثلا عن المراه، في مشروع عن الحريه، في مشروع عن ازاي يعني افكار متعدده. طبعا انا مش قادر اتذكر المشروعات كلها، بس كلها افكار كان كل طالب كان لازم يقدم لي فلسفه المشروع، ليه هو اختار المواد دي، ليه ايه الفلسفه من ورا المواد اللي هو اختارها، وايه الفكره اللي هو ماشي عليها. عظيم. يعني حضرتك لو بصيت مثلا هتلاقي في مثلا مشروع معمول وشجره، ده بيمثل مثلا حريه المراه، في واحد مثلا تاني بيمثل لازم يكون بيعبر عن حاجه، مش مجرد مجسم، لازم يكون بيعبر عن حاجه. طيب. دي اللي كان المهم، النقطه المهمه. طيب دكتور عمرو، حضرتك بتتكلم دلوقتي قلت فكره ان هم يتواصلوا مع المصانع لاستغلال المخلفات الموجوده في هذه المصانع، هل في اليه مثلا ممكن من خلالها طلبه الكليه ان هم يتواصلوا مع المصانع وبعد كده يتحول المشروع من تجميل مدينه الاسكندريه فقط وتجميل الميادين والشوارع الى مشروع، يعني يكون في مشروع ليه عائد وليه ربح؟ والله احنا بنتمنى يعني ان ده يبقى، يعني احنا اصلا هدف الكليه ان احنا بنخرج طلبه تشتغل بره، فاحنا هدفنا ان احنا يبقى في نقطه تواصل، ودي اللي احنا بنحاول نعملها في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان احنا يعني على فكره كل المواد اللي احنا جبناها دي اصلا من يا اما كانت من الجنينه بتاعت الكليه او من المخلفات الكليه او من ناس متبرعين من ورش صغيره ومصانع بدونا الخامات دي، لكن يعني عايزين نوسع الدايره شويه. يعني في ناس مثلا لما راحوا المصنع مثلا حديد قالوا له عايزين حديد الخرده، فابتدى الراجل عارف ان هو في كليه فنون جميله فابتدى يديهم حديد الخرده بالفعل يعني. وابتدى ينفذ معاه، واحد مثلا عنده كرتون مثلا مخلفات الكرتون دوت قال له فاحنا نقدر نتعاون معاهم ونقدر نخش في مدى. بس طبعا هي كانت مبادره، كانت تجربه صغيره، وان شاء الله نتمنى ان هي توسع عن كده. يعني تجربه صغيره، احنا معانا حوالي كام طالب؟ احنا معانا، لا احنا عددنا كتير، احنا كان معانا حوالي اكثر من فوق ال 200 طالب في المبادره دي في الشغل دوت. وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه هنوسع الموضوع ده، هنبتدي نشتغل عليها بشكل اكبر، ونبتدي ان شاء الله ندعوكم بقى تيجوا تشرفونا تزوروا معرض كبير ان شاء الله للمواد دي. اكيد يا دكتور، احنا بنحييك. دكتور عمرو عبيد المشرف على مبادره تجميل الميادين بمحافظه الاسكندريه، نشكرك يا فندم. طيب دلوقتي احنا بقى معانا قصه تحدي لشاب من ذوي الهمم. هذا الشاب هو مصاب بشلل او ضمور العضلات، قرر انه يتعلم مهنه، والمهنه دي صعبه جدا، المهنه دي اسمها مهنه الترزي الخياط. طبعا مش اي حد هيقدر يعملها لان هي بتحتاج مهارات، بتحتاج تركيز، مهارات ايد ورجل وتركيز، لان دي خياطه وفي ابره وفي تفاصيل كتير قوي كبير على فكره، انك تفضل مركز على القماشه اللي قدامك وبظهرك، يعني بتتحرك ان انت تعمل قماشه، دي مجهود ذهني وجسدي كبير طبعا. لكن هو قرر ان هو ما يستسلمش، وانه يشتغل ويكسب ويوفر احتياجاته، وبالفعل
من المهنه دي قدر انه يتجوز ويبقى عنده اسره ويبقى صاحب محل كبير جدا لتفصيل وخياطه الملابس في محافظه القليوبيه، واعتقد زي ما هنشوف من خلال التقرير ان بقى في ناس كمان شغاله معاه. اسم مصطفى عبد الرؤوف حسن، مواليد 86. انا هنا بظبط ملابس، يعني حريمي ورجالي، بناطيل، عبايات حريمي، بلوزات، بظبط، بكوي، بغسل، بطبخ جلود، يعني في مثلا جواك الجلد بجددها بخليها كويسه جديده من بدل ما هي قديمه. تعبت شوية وأنا عندي 15 سنة كده، فأنا كنت بروح المدرسة وكلية، كنت سليم كويس، جالي شوية تعب كده خلوني ما بقيتش عارف أمشي وما بقيتش عارف أتحرك كويس. انا اصلا المرض بتاعي ضمور في العضلات، يعني كل حاجه في عضلات جسمي ضعيفه، فالمكنه مش محتاجه قوه شديده، ففكرت وانا في التعليم ان انا اعمل حاجه، اتعلم حاجه عشان تفيدني ومنها اعيش منها واستفاد احسن ما احتاج لحد. قررت اتعلم مهنه الخياطه، رحت عند ناس كتير وتعلمت عند ناس كتير صناعيه ومصانع، ولما تعبت خالص وبقيت قاعد ما بقيتش اتحرك فتحت محل واشتغلت، والحمد لله ربنا كرمني وشغلت معايا ناس والدنيا بقت كويسه، والحمد لله بحقق اهدافي واللي انا نفسي فيه من غير ما احتاج لحد قوي. اتعلمت المهنه دي قعدت مثلا فيها 5 سنين ان اتعلم كويس وافهم الدنيا واروح واجي وكده، مع الظروف الصعبه في المشي والحركه بسبب الاعاقه، وممكن يكون واحد سليم على فكره بس هو ايه معاق في مخه، يعني ايه ما عندوش اهداف، ما عندوش رؤيه للمستقبل، ما نفسوش يبقى حاجه في البلد، دايما بيتعول على اي حد. لا ان شاء الله الفكره دي ما جاتش في دماغي خالص، واتكلت على الله ثم على الشغل والفكر بالدماغ، والحمد لله دلوقتي ومتجوز ومخلف وعندي 3 أولاد زي الفل في مراحل تعليم مختلفة. ده هو مش بس فتح بيت، ده هو فتح بيت وفتح بيوت ناس تانية كمان شغالة معاه زي ما عرفنا من خلال كلامه، وجزء كبير بالمناسبة من نجاحه جاي من تقبل الناس للفكرة، تقبل المصانع اللي راح اتعلم عندها أو الترز الكبير اللي راح اتعلم عنده في البداية، وتقبل الناس بقى بعد كده في التعامل معاه لما فتح محل وثقة الناس فيه، ده جزء كبير جدا من نجاحه حقيقي. وده يعني يمكن الحاجات دي دايما بتدينا كده زي دفعة للأمام إنه ما فيش حاجة لازم توقفك. صحيح. يعني أنت لو عندك حلم تقدر ان انت تحققه من خلال اول حاجه يبقى عندك طموح، يبقى عندك حلم ونفذه على ارض الواقع، ما تستسلمش. وزي ما قال هو اتعلم المهنه دي في 5 سنين، بعد كده هو دلوقتي فتح بيوت ناس تانية زي ما انت كنت بتقول. مشاهدينا هنسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز الاهم واخر الانباء مع لميا. اتفضلي يا لميا. شكرا لك باسنت. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق الحزمة الاجتماعية العاجلة. وثمن مدبولي خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء القرارات المهمة والتي وجه بها الرئيس السيسي لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل، لافتا إلى حرص الرئيس وتوجيهات المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية وتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
في سياق آخر جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وكذلك جهود ضبط الأسواق تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع تشاوري في الرياض لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك تلبية لدعوة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله. وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطرية، ووزير خارجية الإمارات، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية. هذا وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما عبر المشاركون عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وحثهم لكافة الداعمين لها على الاطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من خطر حدوث كارثة إذا ما شنت هجوما عسكريا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة من دون التخطيط له كما ينبغي. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانيت باتيل إن بلاده لم ترى بعد أي دليل على تخطيط إسرائيل جاد لعملية كهذه، مضيفا أن تنفيذ عملية مماثلة الآن من دون تخطيط أو تفكير في منطقة نزح إليها ملايين مليون شخص سيكون كارثة. وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة لن تدعم عملية عسكرية واسعة النطاق لما تنطوي عليه من خطر وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. طلبت نيكاراغوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وفق ما أعلنت أعلى محكمة في الأمم المتحدة. وذكر بيان صادر عن المحكمة أن نيكاراغوا طلبت الحصول على إذن بالتدخل لأن لديها مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف. ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وقال وزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر إن الاجتماع تناول الأعمال التي ترتبط بأولويات الحكومة، وخاصة ضبط وتقليل الصرف، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بموازنة الحكومة الاتحادية لعام 2024. وأوضح جراهام أن رئيس مجلس السيادة أوضح خلال الاجتماع جهود الدولة في السلام وحماية المواطنين، مشددا على ضرورة حسم التمرد وأهمية خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والخدمية وغيرها. قرر المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في اتهام الرئيس الأمريكي جو بايدن بسوء التعامل مع وثائق سرية، قرر عدم التوصية بملاحقته قضائيا. وخلص المدعي الخاص روبرت هور الذي عينه وزير العدل ماريك غارلاند إلى أن لائحة الاتهام لن تكون مبررة، وصفا بايدن بأنه رجل مسن صاحب ذاكرة سيئة. من جانبه رحب محامي البيت الأبيض ريتشارد سوبر في بيان بقرار المدعي الخاص بعدم ملاحقة بايدن في قضية الوثائق السرية، ولكنه رفض في الوقت نفسه، وصف المدعي الخاص للرئيس الأمريكي بأنه رجل مسن ذو ذاكرة سيئة. قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده لن تتردد في استخدام كل قوتها لمحو من وصفهم بالأعداء إذا ما حاول أي منهم استخدام القوة ضدها. جاء ذلك خلال كلمة الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش.
مشاهدينا انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بناء أسرة قوية ومتماسكة والحفاظ عليها ده هدف مهم جدا يستحق التخطيط ليه بين الزوجين. كمان بيتطلب من الزوجين بذل جهد كبير جدا من أجل تحقيق هذا الهدف عشان في النهاية يكون عندنا أسرة متماسكة. بالمناسبة أفضل حاجة ممكن الإنسان يفتخر بيها بعد ما يكبر في السن أنه هو قدر أنه يحافظ على أسرته في هذا الزمن، أنه يحافظ على أبنائه، أنه يربي أبنائه كويس جدا. الشغل بيجي ويروح زي ما بنقول، الفلوس بتيجي وتتصرف، لكن الحاجة الوحيدة اللي الإنسان بيبقى فخور أنه هو عملها في نهاية مشواره في هذه الحياة أنه حافظ على أسرته، أنها تكون أسرة متماسكة ما فيهاش أي مشاكل أو تفاتت أسري زي ما بنشوف في بعض الأحيان. وكمان لازم يكون في حب متبادل ما بين الطرفين عشان الأمور تكون فيها نوع من التفاهم ما بين الزوجين، وزي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع زوجته. حقيقي يعني احنا بنتكلم في فقرتنا النهاردة عن ازاي نبني اسره متماسكه، ازاي يكون في تفاهم وموده ورحمه بين الازواج. معانا النهارده في الاستوديو منورنا ضيفنا الشيخ ابو اليزيد سلامه، مدير عام شؤون القران الكريم بالازهر. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك. اهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. اهلا بيكم بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني قبل ما نتكلم عن انواع المشاكل اللي يمكن بتقابل اي زوجين، قبل ما نتكلم عن الحاجات دي، خلينا نعرف من حضرتك يعني ازاي نبني اسره متماسكه، ازاي نخلي الطرفين يفهموا مسؤولياتهم تجاه بعض وتجاه الاسره دي عشان يبنوا اسره متماسكه وما نشوفش يمكن تفتت او التفتت الاسري اللي يمكن بقينا نشوفه زي ما كان شاذلي بيقول في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. الاسره بتبنى على ثلاث اسس حقيقيه: الموده والرحمه والسكينه. لو الثلاث اسس دول موجودين هم اللي بيجلبوا بعد كده المحبه. الأسرة قبل ما بتنشأ الإسلام بيتكلم عن إزاي ننشئ هذه الأسرة. بيقول خلي بالك أنت لازم الأول تختار الزوجة وأنت لازم الأول تختار الزوج، لأن إحنا لو أحسننا الاختيار الحياة بعد كده هتكون حياة سليمة وحياة صحية وحياة مستمرة وحياة طيبة، وهنقدر ننشئ بعد كده أسرة كويسة. لكن لو إحنا أسأنا الاختيار هي دي المشكلة. في ناس بتبني اختيارها على أساس المال، في ناس بتبني اختيارها على أساس الجمال، في ناس بتبني اختيارها على أساس المنصب أو الجاه أو الوضع الاجتماعي اللي موجود، وفي ناس بتنشئ علاقتها أو حياتها على أساس الدين والأخلاق. كل ما اقتربت من الأخلاق والدين أكثر، كل ما كانت الحياة أكثر استقرارا. كل ما أحسنت الاختيار، كل ما كان مدة هذه الأسرة أكبر وأطول وأحسن بعد كده. رقم اثنين نيجي للمودة والرحمة والسكينة اللي بيجلبوا بعد كده المحبة. يعني أنا مختلف على النقطة اللي اتكلمنا فيها في الأول على إن الزواج بيبنى على المحبة. في كتير من الأزواج ما بيبقوش يعرفوا بعض قبل الزواج، وبتبقى بعد كده حياة أسرية طيبة جدا جدا جدا، اللي هي جواز الصالونات اللي احنا بنقول عليه مثلا. وفي ناس حبوا بعض قبل الجواز 10 سنين وما استمروش في الزواج شهرين، بعد ما اتجوزوا اتطلقوا مباشرة، لأن أساس الاختيار كان العاطفة، ما كانش الواقع اللي هيشوفوه بعد كده. على فكرة أنا ضد تماما فكرة الناس تقعد تقول لك إيه لازم نتعرف فترة، أنا ضد الموضوع ده يعني أكيد لازم يتعرفوا، لكن جو بقى فترة كبيرة والكلام ده مش شرط خالص. الناس تقعد تقول عشان ما نتصدمش في بعض بعد الجواز، غير يعني غير حقيقي بالمره. في ناس زي ما حضرتك قلت فعلا نماذج حقيقيه احنا نعرفها 10 سنين يكونوا عارفين بعض قبلها، وقصص كتيره والاهل رافضين وبعد الجواز شهرين وبينفصلوا. صحيح. اضيفي الى ذلك فكره ان الاسلام ما منعش التعارف، بس حطه في اطار الشرعي. قال ان في فتره تسبق الزواج اسمها فتره الخطبه، وقال ان في فتره الخطبه ما ينفعش انك ما تشوفهاش او هي ما تشوفكش، مش زي ما بيقول بعض الناس كده ما يشوفهاش الا بعد كتب الكتاب او ما يشوفهاش الا بعد ما تزف اليه. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان بعض اصحابه خطب امراه قال انا نظرت اليها، شفتها هي شافتك؟ فقالوا لا هشوفها ليه، طب يعني هعمل بيها ايه ما اشوفها، يعني ما هشوفها بعد كده كتير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى أن يؤدم بينكما، ده اللي هيخلي الحياة بينكم تستمر أكتر، ده اللي هيخلي الحياة بينكم تعيش بشكل أكبر وأحسن وأفضل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب في ناس، وعلى ذكر حضرتك وانت بتتكلم في البداية كده بتقول الاختيار، في ناس في البداية بتختار فعلا كويس وبتراعي مجموعة من الأسس والمعايير، إنه يكون صادق، مسألة البخل برضو يبقى مؤثرة بشكل كبير جدا، قربه من ربنا، علاقته بوالديه، وبتكون الدنيا كويسة جدا وبنثق في إن الراجل ده هيراعي ربنا في البنت دي،
لكن برضو بيجي بعد الجواز بشهر شهرين ثلاثة ويحصل انفصال، أو بسنة سنتين، يعني مش لازم المدة تكون قصيرة قوي ويحصل انفصال. ده بيكون سببه إيه؟ سببه الكذب في فترة الخطبة. زمان كانوا بيقولوا كل خاطب كاذب، أو إحنا بنقول أنا لا أكذب ولكني أتجمل. يعني الخاطب لما بيبني حياته على أنه ده أنا حبني لك قصر، ده أنا هعمل كل حاجة ترضيكي، ده أنا إن شاء الله بإذن الله هشتغل ليل ونهار علشان كذا، وهي بتقوله ده أنا هسمع كلامك، ده أنا حياتك هتبقى أفضل وأحسن، هي ما بتقولوش انها ما بتعرفش تطبخ، هو ما بيقولهاش ان هو ميزانيته في الشهر هتبقى كذا وكذا وكذا. لما بيحصل الكذب في فتره الخطبه، بيحصل التجمل في فتره الخطبه، وبيحصل المداراه في فتره الخطبه، بتؤدي بعد كده لما يقفوا على الواقع ويشوفوا الواقع بيلاقوا مشكله كبيره، جاب كبير جدا بين الواقع وبين الحقيقه. اضف الى ذلك فكره ان احنا ما ربيناش اولادنا تربيه حقيقيه، تربيه صحيحه على معنى الصبر، على معنى التحمل المسؤوليه. فالبعض فاكر ان هو لما هيتجوز واحده انه كده خلاص هيعيش في الحياه السعيده اللي ما فيهاش اي مشكله، او هي فاكره انها هتتخلص من قيود الاسره وباباها لما يقولها اعملي وسوي وان هتروح للزوج. كل الزواج عباره عن خروجات وفسح وما شابه ذلك، فبيصطدموا بالواقع. فعشان كده احنا بنقول فتره الخطبه فتره مهمه جدا ان احنا نبقى صادقين فيها، ان كل واحد فيهم يقول هو عايز ايه ويقدر يقدم ايه في فتره الخدمه. ان اقدر اقول للطرف الاخر والله انا بيعجبني كذا ما بيعجبنيش كذا، ان انا اقدر اكون صريح في فتره الخدمه، هقدر اتحمل ده ولا مش هقدر اتحمله. هل احنا النهارده مش فاهمين بالظبط ايه المسؤوليه اللي بتقع على الزوج وعلى الزوجه؟ يعني هل النهارده بنلاقي في مشاكل زي النديه مثلا، في مشاكل زي انت عملت انا عملت، انت قلتي لا انت تقعدي في البيت مثلا، الحاجات دي، هل النهارده احنا مش قادرين نفهم او في لبس في فكره المسؤوليه بتاعت كل حد فينا ايه هي؟ يعني خلينا النهارده نوضح كده المسؤوليه في الاسلام على الرجل ايه هي وعلى المراه ايه هي. طيب خلينا نقول ان اول مسؤوليه في الاسره هي مسؤوليه فتح الحوار، ان يبقى في حوار داخل الاسره، ان ما يبقاش في واحد فيهم شايف مشكله وبيقول انا هتحمل واسكت علشان انا عايز الدنيا تعدي، لا انا من حق ان انا افتح باب للحوار. ونشوف ده ربنا سبحانه وتعالى بدأ قرآنه الكريم بعد سورة الفاتحة بسورة البقرة، اللي أول قصة بتتكلم فيها البقرة بتتكلم عن فتح الحوار اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحه مع ثلاثة من مخلوقاته، وحوار عجيب جدا. يعني احنا بنقول انت مش قادر تفتح حوار مع زوجتك، انت مش قادر تفتح حوار مع زوجتك، مع زوجك، ده ربنا سبحانه وتعالى فتح حوار مع الملائكة، فتح حوار مع آدم، فتح حوار مع إبليس. إبليس بيقول له مالك يا إبليس مالك، ايه حكايتك، انت ما سجدتش ليه؟ وبيقول له انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وبيقول له انظرني الى يوم يبعثون، يقول له انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، فيقول له فبعزتك لاغوينهم اجمعين، فبما اغويتني وربنا سبحانه وتعالى بيدينا مثال ازاي احنا كبشر يبقى عندنا سعه صدر، ازاي يبقى عندنا قدره على الحوار. يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا، كل حاجه كل اللي انتوا عايزينه، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. كويس. ممكن الراجل يقول لمراته حاجة وهي ما تنفذهاش، ممكن المرأة تطلب من زوجها حاجة وهو ما يعملهاش، لكن المشكلة إنه ما عملهاش، فأنا إما أقلب الحوار إلى خناقة يا إما أكتم في قلبي وأشيلها له لحد ما يعدي فترة طويلة من الزمن وانفجر مرة واحدة. لا، ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن آدم عليه السلام وإن السيدة حواء عليها السلام هيعصوا ربنا سبحانه وتعالى أو هيقع منهم النسيان، فربنا بيقول له إذن في مسؤولية على الراجل. كمل يا شيخ. نعم. ربنا بيقول له ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وناداهما ربهما. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعلم إيه القصة، لكن بيعلمنا نفتح الحوار حتى لو اللي قدامي أخطأ. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فبيقولوا ربنا ظلمنا أنفسنا، معلش إحنا غلطنا، إحنا أسفين، إحنا مش هنعمل كده تاني. ده مهم جدا، حتى فكرة إن المرأة دايما هي الغلطانة، دايما واخدينها من ان هي حواء هي اللي اغوت ادم وقالت له كل من الشجره، مع ان القران ما تكلمش عن كده خالص. يعني الشيطان بيقول ايه؟ القران بيقول ايه؟ فازلهما الشيطان، ازلهما هما الاثنين، فوسوس لهما، يبقى ما وسوسش لحواء وحواء هي اللي وسوست لادم، لا، ده ربنا يعلم ان اللي وسوس للاثنين هو ابليس، ان اللي وقع في الخطا هو آدم وحواء معا. إنما إننا في الأسرة أحمل الزوج كل التبعات وكل المشاكل، أو أحمل الزوجة
كل التبعات وكل المشاكل هي دي المشكله. يعني هي مسؤوليه على الرجل كمان ان هو يسمع مشاكل مراته، عشان في ناس كتيره بتقعد تقول انا مش ناقص نكد، انا لسه جاي من الشغل مش عايز اسمع بس. مش عايز اسمع مشاكل، مش عايز اسمع نكد. جميل، بس مش الراجل، هي اختارت اللي على هواها يا مولانا، الراجل والمراه. لا بالعكس، احنا عايزين بالظبط. يعني لا بس معلش، يعني انت عمرك لقيت، انا ما سمعتش ست بتقول احنا مش ناقصه نكد، انا بالعكس الستات عايز تتكلم، عايزه تتكلم بس مش عايزه تسمع. احنا عايزين نقول ان الطرفين لازم يتكلموا والطرفين لازم يسمعوا، الطرفين لازم يكون عندهم القدره على الحوار، الطرفين لازم يعبروا كمان بالتعبيرات المهمه. يعني كتير مننا شايف ان المتدين لازم يبقى شخص متخشب، لازم يبقى شخص ما بيقولش كلام طيب لمراته. طيب تعالوا نشوف اكتر شخص احنا نعرفه في الاسلام متدين، رسول الله عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيتكلم عن زوجته بيقول ايه؟ اني رزقت حبها. دلوقتي ينفع شيخ يطلع ويقول للناس انا بحب مراتي، ده انا رزقت حب مراتي؟ ده النبي صلى الله عليه واله وسلم بيقول اني، عن السيده خديجه، اني رزقت حبها. ده النبي صلى الله عليه واله وسلم مع السيده عائشه لما سئل من احب الناس اليك، لو حضرتك سئلت من احب الناس اليك هتقول والدي، هتقول اخويا، هتقول، لكن النبي بيقول عائشه. ده كتير مننا ما بيحبش يذكر اسم مراته قدام الناس. صحيح، بيتكسف بيقول اسم مراته قدام الناس. النبي ذكرها قدام الخلق اهو، من احب الخلق اليك؟ قال عائشه. قال له من الرجال؟ الله. قال ابوها. يعني 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 درجه المحبه توصل لحد فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا وقل لعبادي، ربنا بيقول كده، وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. يعني ايه يقول التي هي احسن؟ يعني مش تختار بين الكلمه السيئه والكلمه الكويسه، لا انت تجيب الكلمات الكويسه كلها كده وتختار احسن كلمه فيهم عشان تقولها لزوجتك، عشان تقولها لابنك، عشان تقولها لاخوك، عشان تقولها لجارك، عشان تقولها لزميلك، تختار افضل واحسن وارقى العبارات عشان تتكلم بيها. طيب خلينا بقى ننزل لارض الواقع في مساله النديه. احنا عندنا مشكله كبيره جدا بين الاسر المصريه، هي مساله النديه. الراجل شايف ان هي مش المفروض تكون ند، وهي شايف ان هي مش المفروض ان هي تسكت على الكلام اللي هو بيقوله. يتعاملوا مع بعض ازاي؟ نتعامل مع بعض وفق الشريعة الإسلامية. وفق الشريعة الإسلامية يعني إيه؟ يعني كل واحد فينا ليه حقوق وعليه واجبات. إحنا يجب أن الرجل يتفهم أن المرأة ممكن تخطئ، والمرأة تتفهم أن ربنا جعل قوامة للرجل وأنها تناقشه وتحاوره، لكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى أمرها أنها تستمع إليه. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعالى نشوف بعض الناس بيفتكر أن الندية في حاجات مش ندية. السيدة عائشة رضي الله عنها أهدي إلى النبي طعام وهو في بيتها. احدى زوجات النبي عمل الطعام كويس، واحنا عارفين ساعات بين الزوجات لما يبقى فيه اكتر من زوجه بيبقى فيه يعني بعض المناوشات زي ما بنقول يعني. فهي الثانيه فكرت ازاي تهدي الى النبي طعام وهو في بيت السيده عائشه، وهو في حجره السيده عائشه. فالسيده عائشه دخلت، خلت الخادم داخل كده بالطعام، وراحت خبطت الطعام كده، فالطعام راح عمل يعني انقلب كده مره واثنين، والاكل وقع على الارض، والاناء كمان انكسر. طيب لو واحد زينا كان ثار وماج وهاج، وانت بتعملي كده ازاي، وانت قصدك ايه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول غارت امكم. تفهم. يعني انا فاهم الموضوع ايه، وقال لها اناء باناء وطعام بطعام، زي ما كسرت الاناء بتاعها تديها اناء من عندك، وزي ما بوظت الطعام بتاعها تعملي انت رخرة طعام وتهدي اليها طعاما. وده مفهوم العدل. ما فكرش ان ده يعني ندية. النبي في احد المرات، قصة عجيبة جدا، دخل، كانت حجرة السيدة عائشة وكانت ليلة السيدة عائشة، والنبي دخل إلى حجرة السيدة عائشة هي نائمة، أو النبي صلى الله عليه وسلم نام بجوارها. وبعدين بعد فترة من الوقت حس النبي أن السيدة عائشة نايمة، والسيدة عائشة ما كانتش نايمة، كانت صاحية بس عاملة نفسها نايمة. كتير مننا يعني بيحصل ده مع الزوجة، بس بيعتبر أن أنت إزاي تعملي كده. السيدة عائشة كانت بتغار على النبي صلى الله عليه وسلم غيرة شديدة جدا، لدرجة أنها كانت بالليل تتفقده كده، تحط إيديها على السرير تشوف هو موجود ولا راح لواحدة تانية، لزوجة تانية من الزوجات يعني. السيدة عائشة كمان لما تلاقيه جاي من بره تضع يدها في بعض الأحيان في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، تشوفه مبتل ولا مش مبتل، أنت كنت عند واحدة تانية ولا ما كنتش، من محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي، السيدة عائشة بتحكي القصة وبتقول النبي صلى الله عليه وسلم قام من مضجعه رويدا رويدا، قام بالراحة، وانتعل حذاءه رويدا رويدا. النبي بيتحرك ببطء وبالراحة عشان السيدة عائشة ما تحسش. وفتح الباب رويدا رويدا، وخرج رويدا رويدا. طبعا سيدة عائشة كل التفكير اللي في ذهنها دلوقتي، انت رايح فين؟ انت سايبني ورايح لواحدة تانية. لبست ملابسها بسرعة ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فورا خرجت ورا النبي.
لقيت النبي ذهب إلى البقيع حيث الأموات يدعو لهم ويستغفر لهم ويتذكر الموت وكذا وكذا. سيدة عائشة تعجبت من ذلك، ثم لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرجع إلى بيته رجعت قبل منه، جريت بسرعة دخلت البيت، نامت استغطت. النبي دخل الحجرة بتاعت السيدة عائشة، وجد إن نفس السيدة عائشة مرتفع. انت عارف الغطاء الواحد لما بيبقى بيجري بيبقى بينهج، فازاي واحدة نايمة فبيقول لها مالك يا عائش ايه حكايتك ايه الموضوع؟ فبتقول مفيش حاجة. فقال لا تخبرني او لا يخبرني العليم الخبير، يا اما تقولي لي يا اما ربنا سبحانه وتعالى هيقول لي. فاخبرته انها خرجت وراءه، فقال اجاءك شيطانك؟ فقالت يا رسول الله اوى معي شيطان؟ قال نعم. شوف بقى سيدة عائشة وشوف التفكير ازاي لما يحصل خلاف بين الزوج وزوجته. سيدة عائشة عرفت انها غلطت وانها فكرت تفكير غلط، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقولها اجاءك شيطانك، اللي هو القرين يعني اللي بيوسوس للانسان بالشر. فبدأت تغير الكلام مع النبي وتغير الحوار الى حوار تاني خالص، علشان ما تدخلش في المشكله. مش تقول له اه بقى انا لازم اشك فيك، هو انت يعني خارج بالليل ليه، هو انت لا شوف. فبيقولها اجاءك شيطانك؟ فبتقول له اه معي شيطان؟ قال نعم. قالت ومع كل انسان شيطان. نقلت الحوار لنقطه تانية خالص بعيد عن المشكله اللي هي حست بيها. قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، لكن ربي اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. انتهت المشكله، انتهى الامر. نقلت دي الزوجة العاقلة اللي تقدر تنقل الحوار، مش لازم الحكمة من الطرفين. نقول الحكمة من الطرفين. السلام عليكم انا ماشي دلوقتي، لا استنى رايح فين، لازم نكمل الموضوع دلوقتي يا ستي يهديك يرضيك. يبقى احنا لابد ان يكون الطرفين، احنا قلنا مثال من النبي صلى الله عليه وسلم ومثال من السيدة عائشة رضي الله عنها، كيف يكون التعامل وازاي نقدر نلم المشكلة بيننا وبين بعض. طيب يعني حابة أعرف من حضرتك إيه أكتر المشاكل اللي أنتوا بتسمعوها من الأزواج؟ يعني النهاردة إيه أكتر مشكلة بتجيلكم؟ هل هي مشاكل مادية؟ هل هي مشاكل من نوع تاني؟ ولو المشاكل المادية، لو هي مشاكل مادية إزاي الطرفين يعينوا بعض عليها؟ يعني هل الزوجة النهاردة مسؤولية بتقع عليها لو في مشكلة مادية عند زوجها؟ هل الزوج مثلا بيقع عليه مسؤوليه معينه لو مش قادر يوفر طلبات بيته؟ هل النهارده مثلا لو عنده وقت فراغ بدل ما ينزل يقعد على القهوه يشتغل شغلانه تانية؟ يعني خلينا برضو نفهم الناس ايه المسؤوليات اللي بتقع على الطرفين وايه هي انواع المشاكل كمان اللي يمكن انتوا قابلتوها. طيب هو يمكن اكثر المشاكل التي تقع بين زوجين رقم واحد المشاكل الماديه، وخصوصا مع غلاء الاسعار بتلاقي الزوجه ليها متطلبات والزوج مش قادر يوفر كل المتطلبات. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث وان كان فيه ضعف، الاقتصاد نصف المعيشه. الاقتصاد نصف المعيشه، يعني انا ممكن اكون بقبض كتير او بقبض قليل، لكن اقدر اوفر من خلال المتطلبات او المال اللي معايا اقدر اوفر المتطلبات الاساسيه لاسرتي. وبرضه يجب ان الطرف الاخر يشعر ان دي مسؤوليه مشتركه. المراه مدبره بطبعها، يعني ازاي اعرف واعذر زوجي في ان هو ده المرتب اللي بيحصل عليه، وازاي برضه الزوج يقدر يروح وظيفه تانية ان كان عنده القدره على المروح لوظيفه تانية، ما كانش قادر على المروح لوظيفه تانية يبقى هي برضه تصبر، وان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا هيعين الطرفين على تخطي هذه المشكله. يمكن المشكله رقم 2 الخيانات او الشك في الخيانات. يعني شك المراه في ان زوجها اتزوج عليها، على انه يعرف واحده تانية، على انه هو راح فين بيكلم مين، او شك الزوج في زوجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الانسان ما يمشيش ورا الظن، ان بعض الظن اثم، واذا ظننت فلا تحقق. مش كل ما تشك في الطرف اللي قدامك لازم تحقق وتبحث وراه. اذا اتضح الخيانه بشكل واضح من حقك انك تتخذ القرار بانهاء العلاقه بينك وبين الطرف الاخر، ده اذا وصلت الامر الى الحقيقه. لكن مجرد الشك، مجرد الوهم، مجرد الظن، يا ريت كلنا نقدر نحتوي بعضنا. وبعدين كل ابن ادم خطا، حتى لو الانسان اللي قدامي اخطا في بعض الحاجات، هي اكتشفت ان زوجها كلم واحده، طيب تقدر المراه بالحكمه انها تعيد زوجها اليها مره اخرى وما تكبرش المشكله حتى لا بدون الحديث الأمر. عن الموقف ده كتير
يعني لا بدون الحديث، يعني هي تقدر تعيد زوجها مره تانية بدون ما يبقى في مواجهه مباشره، انت بتكلم فلانه او فلانه بتكلمك او كده. السيده عائشه رضي الله عنها برضها تغير الموضوع وتتكلم في موضوع اخر، تشوف هو زوجها ليه سابها وكلم واحده تانية، ايه اللي في الواحده التانية دي؟ ومش ده معناه ان 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 هي الغلطانه، في بعض الاحيان بيبقى الزوج هو الغلطان. طبعا فالمفترض ان كل واحد فينا، اضف الى ذلك فكره معصيه الله سبحانه وتعالى، كل واحد فينا لابد ان يكون رقيبا على نفسه. يعني ايه؟ يعني الزوج اللي بيعمل حاجه غلط لازم يعرف ان الامور دي زي ما بنقول كده سلف ودين، زي ما انت بالزبط. عملت حاجه مش كويسه ممكن واحد لك. تاني يعمل مع حد انت بتحبه حاجه مش كويسه، فيجب على الانسان ان يكون رقيبا على نفسه، ان يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، فزي ما انت ما بتحبش ان حد يعتدي على اهل بيتك، ان حد ينظر الى اهل بيتك، برضه انت ما تعملش المعصيه، وكمان المعاصي تزيل النعم. فالانسان يجب عليه انه يعرف ان كثير من المشاكل اللي في حياته نتيجه معصيه لله سبحانه وتعالى. الموضوع كمان بيبقى مؤثر على الابناء، يعني خلينا بقى نحط قاعده كده وهي مساله التربيه. الشيخ ابو اليزيد في الاول قال ايه؟ قال حسن الاختيار. طيب انا هختار صح ازاي لو كنت متربي غلط؟ فلازم والطفل واحنا بنربي اطفالنا دلوقتي نربيهم على ان هم يبقوا شخصيه زي ما بنقول قادر ان هو يختار صح، فاهم كويس، فبيعرف ايه هي المعايير اللي على اساسها يختار شريكه حياته. وبالنسبه للبنات برضو ده نفس الامر، وفي النهايه لما بيتجوزوا الموضوع بينعكس على ابنائهم، وهم بيربوا اولادهم برضو اولادهم هيكبروا ويعرفوا، فاجيال بتسلم اجيال زي ما بنقول. لكن الشيخ ابو اليزيد في تحليلنا فكره فقره مهمه جدا وهي الغيره بين الازواج، اكيد هتكون لنا فقره ثانيه ان شاء الله. كل الشكر لحضرتك الشيخ ابو اليزيد سلامه مدير عام شؤون القران الكريم بالازهر الشريف، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرك. نشكرك يا فندم. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معانا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، واللي فاز على فريق الشباب مواليد 2005 بنتيجة 6-1 في المباراة الودية الثانية اللي أقيمت بينهم على ملعب النادي في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري. لاعبة في فريق البنك الأهلي رجعوا للتدريبات الجماعية تحت قيادة طارق مصطفى عقب الراحة السلبية واللي حصلوا عليها لمدة 48 ساعة استعداداً لاستئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، وبيسعى المدير الفني لاستغلال الفترة الحالية لتصحيح الأخطاء الدفاعية. كمان امبارح قاد تامر مصطفى المدير الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر المران الاول له عقب توليه المهمه بشكل رسمي استعدادا لاستئناف مباريات بطوله الدوري المصري الممتاز والكونفدراليه الافريقيه. كمان الفريق الاول بالنادي المصري لكره القدم بدا استعداداته داخل معسكره بالكليه الحربيه، وده لمواجهه فريق الجونه في الدوري، وده بعد الخروج من نصف النهائي ببطوله كاس رابطه الانديه المصريه لكره القدم امام طلائع الجيش. ومحمد عبد المنعم مدافع الاهلي وجه رساله لدعم محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك بعد تعرضه لاصابه بقطع في الرباط الصليبي للركبه، وكتب عبد المنعم على حسابه على انستغرام: الف سلامه عليك يا اخويا، قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله ترجع احسن من الاول باذن الله، راجل طول عمرك وواثقين انك هترجع اقوى من الاول ان شاء الله. محمود حسني لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال وزن 102 كيلو جرام حقق الميدالية الذهبية بمنافسات الخطف وفضيتين للكلين والمجموعة ببطولة أفريقيا والمقامة في مدينة الإسماعيلية، وحقق ياسر أسامة فضية للخطف وذهبيتين النطر والمجموعة بنفس الوزن. منتخب كرة السلة رجال هيسافر لقطر يوم 14 فبراير الجاري للمشاركة في بطولة الدوحة الودية واللي هتقام في الفترة من 15 ل 18 فبراير بالدوحة. بكرة ماتش نهائي أبطال آسيا بين قطر والأردن، وكمان مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة الأمم الأفريقية بين جنوب أفريقيا والكونغو، وبعد بكرة النهائي بين نيجيريا وكوت ديفوار. خلونا نتكلم عن كواليس الماتشات دي مع امير نبيل الناقد الرياضي. صباح الخير يا فندم. صباح النور استاذ لميا، تحياتي ليك ولكل المشاهدين. اهلا بيك. وشايفين ازاي او حضرتك شايف ازاي نهائي بطوله اسيا بكره بين قطر والاردن؟ مفيش شك طبعا، يعني يمكن النهائي الاول العربي الخالص ما بين منتخبين عربيين طبعا منذ نسخه 2007 اللي جمعت ما بين المنتخبين السعودي والعراقي، وكان فاز فيها المنتخب العراقي وتوج بلقب البطوله. الحقيقه مشوار هايل للمنتخبين القطري والاردني، يمكن المنتخب الاردني صاحب الانجاز الكبير ووصول لاول مره في تاريخه لهذه المرحله، يمكن
كان اقصى انجازاته وصول دور الثمانيه، ولكن وصل في هذه النسخه باستحقاق تام الى البطوله. ايضا نفس الشيء بالنسبه للمنتخب القطري. صحيح الماتش اللي فات يعني كان مسيطر من اول الماتش لاخره. صحيح يعني وقدم مباراه كبيره جدا امام منتخب وهو منتخب كبير، منتخب كوريا الجنوبيه، واللي يمكن كان تقابل قبل كده معاه في دور المجموعات وانتهت المباراه بالتعادل بصعوبه لصالح المنتخب الكوري الجنوبي. عشان كده في شخصيه كبيره في هذه النسخه من البطوله للمنتخب الاردني بقياده المدرب المغربي الحسين عموته. الحقيقه يعني بيقدم اداء هايل، وعدد من اللاعبين يمكن قدموا مستويات مذهله، موسى التعمري، يزن النعيمات، وكثير من اللعيبه اللي خطفوا الانظار في هذه البطوله تحديدا. فبالتالي المنتخب الاردني الحقيقه اذهل الجميع بهذا الاداء الكبير. نفس الشيء بالنسبه للمنتخب القطري صاحب الارض والجمهور اللي يمكن ايضا تخطى منتخب ايران، وهو احد المنتخبات اللي ايضا اللي بتقدم مستويات كبيره دايما في البطولات الاسيويه، ولكن تبقى عقده دور نصف النهائي بالنسبه لمنتخب ايران مستمره، ويبقى المنتخب القطري عنده طموحات في الحفاظ على لقب البطوله اللي حققه في نسخه 2019. وبالتالي واجهه كبيره بين منتخبين عربيين. المهم بالنسبه لنا اللقب يظل عربيا، ودي حاجه جيده للكره العربيه بعد خروج عديد من المنتخبات العربيه في الادوار السابقه من البطوله الاسيويه. منتظر نهائي يبقى كبير، منتظر نهائي يبقى مثير ما بين المنتخبين العربيين. اعتقد ان احنا هنشوف كره حلوه زي ما مشوار المنتخبين في البطوله يعني حمل من ملامح جميله وصولا الى المباراه النهائيه. صحيح، خلينا بقى ننتقل لأفريقيا ونشوف تحديد المركز الثالث شايفه ازاي. يعني هي بالتاكيد بتبقى يعني تحمل نوع من الاحباط شويه ما بين المنتخبين اللي بيخسروا في دور نصف النهائي. منتخب جنوب افريقيا خسر بركلات الترجيح بسيناريو صعب امام نيجيريا، سيناريو مثير. نفس الشيء بالنسبه لمنتخب الكونغو الديمقراطيه اللي خسر امام صاحب الارض وجمهور منتخب كوت ديفوار. وبالتالي يعني اقصى تعويض المنتخب الخاسر بيحاول ان هو يحصل عليه في هذه البطوله بعدما فشل في التاهل النهائي هو الوصول للمركز الثالث. منتخب جنوب افريقيا يمكن منذ يعني نسخه 96 ثم 98 اللي وصل فيها للنهائي، 96 حصل على اللقب الوحيد، ثم 98 خسر في النهائي امام منتخب مصر. بالتاكيد يسعى المنتخب جنوب افريقيا على الاقل ان هو يخرج بالمركز الثالث. ايضا منتخب الكونغو الديمقراطيه اللي كان في جوابته لقبين سابقين في اوقات سابقه بيحاول ان هو ايضا يبقى على الاقل ثالث الترتيب. بالتاكيد بيبقى في اعتبارات كبيره لاعتبارات كثيره لهذه المباراه، من حيث المجهود البدني، من حيث الجاهزيه، من حيث الاستعداد، ايضا العوامل المعنويه بيبقى ليها دور في هذا النوع من اللقاءات. وبالتالي ممكن نشوف ان احنا نشوف مباراه كبيره ما بين المنتخبين، لان الاثنين الحقيقه قدموا مشوار مميز جدا وصولا الى المباراه النهائيه، وتدرج كبير في المستوى وصولا للافضل في المراحل الاقصائيه من البطوله. النسخه الحاليه من البطوله المره دي فيها مفاجات وكره حماسيه، مفاجات كتيره جدا. شايف المباراه في الثالث والرابع هتكون كده فعلا، ولا الفرقتين خلاص فقدوا الشغف؟ هو زي ما بلاحظ يمكن في كتير من النسخ السابقه بتبقى فيها حاله من فقدان الشغف شويه بالنسبه للمنتخبات، ولكن تحديدا منتخبي نيجيريا منتخبي عفوا جنوب افريقيا والكونغو الديمقراطيه يمكن كان عندهم دوافع كبيره للوصول للنهائي وكتابه التاريخ. عندهم الاثنين خبره من الالقاب، حتى ولو لقب واحد بالنسبه لمنتخب جنوب افريقيا ولقبين لمنتخب الكونغو الديمقراطيه، ولكن حتى على مستوى الاداء ومستوى اللاعبين في كل منتخب كان في مستوى كبير جدا من كثير من اللعيبه في المنتخبين، وكثير اثبتوا نفسهم بشكل جيد. ايضا مدربة كلا المنتخبين سباستيان دي صابر بالنسبه للمنتخب الكونغولي وبروس هوجو بروس بالنسبه لجنوب افريقيا، عندهم برضو فكره الحصول على المركز الثالث، والمركز الثالث الشرفي ممكن تبقى دافع اكبر لان هو ينهي البطوله بشكل جيد، خاصه ان يعني الاداء اللي قدمه كل منتخب طول فتره البطوله ممكن يبقى حافز قوي ان هو يتغلب على فكره احباط عدم الوصول للمباراه النهائيه، ويديهم دفع ايضا اضافي ان هو يختم البطوله بشكل جيد خاصه بعد المشوار المميز لكل منهم. طيب على ذكر المباراه النهائيه، يعني بتشوف المباراه النهائيه ازاي هتكون بين نيجيريا وكوت ديفوار يوم الاحد؟ بالتاكيد طبعا مواجهه قويه جدا، هي المواجهه
اللي يعني مكرره ما بين المنتخبين على مستوى النسخه الحاليه من البطوله، لتاسع مره بتحصل مواجهه مكرره في البطوله، يعني منتخبين يلتقوا مرتين في نفس مشوار البطوله. يمكن المنتخب الاجواري كان خسر في مباراته الاولى ضد منتخب نيجيريا بهدف دون رد، كان هدف من ركله جزاء سجله ويليام تراست ايكونغ المدافع وقائد المنتخب النيجيري. اجمالا على مستوى تاريخ المواجهات، يتفوق المنتخب النيجيري في مواجهات كاس الامم الافريقيه 7 مواجهات ما بين المنتخبين، 4 انتصارات نيجيريا، انتصارين لكوت ديفوار وتعادل وحيد. فبالتالي مواجهه تبقى مش سهله على صاحب الارض والجمهور، هيحاول فيها ان هو يرد الاعتبار لنفسه ولجماهيره ويحقق الفوز. منتخب كوت ديفوار زي ما احنا عارفين انه عاد من بعيد جدا، كان خارج حسابات البطوله بعد الخساره الكبيره امام جينيا الاستوائيه بالرباعيه النظيفه اللي خلت حسابات التاهل بالنسبه له صعبه جدا جدا، ولكن يعني في شبه معجزه تاهل المنتخب الايفواري ضمن افضل توالد. المنتخب النيجيري الحقيقه بعد التعادل الاول امام جينيا الاستوائيه البعض بدا يشكك في قدره هذا المنتخب على مواصله المشوار، لكن الحقيقه كان رد الفعل كبير جدا من هذا المنتخب بقياده البرتغالي جوزيه بيزيرو، وقدر ان هو من مباراه لاخرى يقدم مستويات كبيره ويقدم قدره اللعيبه على يعني اللعب بجمعيه كبيره جدا واداء مميز. يمكن المنتخب النيجيري اقوى دفاع في البطوله بشكل كبير، وقدر ان هو يمكن ما استقبلش الشباك وجاب هدفين من بدايه البطوله، ده يعني امر يدل على قوه الدفاع ايضا في التحولات الهجوميه منتخب نيجيريا بوجود افضل لاعب في افريقيا طبعا فيكتور اوسيمين، بخلاف العديد من اللاعبين ايضا المميزين شيمون موزيس اليكس ايوبي لوكمان، ويعني يمكن قادر ان هو يشكل خطوره كبيره على المنتخب الاجواري. مثلا لما تبقى المواجهه مكرره بيبقى المنتخبين كتاب مفتوح لكل منهما للاخر. تمام، بشكرك شكرا جزيلا على تحليلك وشرحك الوافي على البطولتين سواء اسيا او افريقيا، ومره ثانيه هنرجع لباسانتو وشاذلي نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليك يا لميا. عن غير الموضوع نتكلم عن حاجة تانية يمكن بتشغل العالم كله دلوقتي يا شاذلي، وهي التغيرات المناخية اللي في الحقيقة بقت بتاخد حيز كبير جدا من الدراسات والأبحاث على مستوى العالم. في دراسة قالت مفاجأة كبيرة إنه إحنا لازم نقدم الساعة المناخية 10 سنوات على الأقل، وده لأنه العالم كله تجاوز العتبة الحرجة المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية من وقت مبكر جدا، بنتكلم من عام 2010. طيب إحنا عايزين نفهم معنى الكلام ده إيه بالظبط. معانا على التليفون الدكتورة نهى سمير أستاذ الهندسة البيئية. صباح الخير يا فندم. صباح النور. يا اهلا بحضرتك. احنا دلوقتي بنتكلم عن دراسه بتتكلم عن الساعه المناخيه، طيب ايه هي الساعه المناخيه عشان نوضح للناس وايه هي فائدتها؟ هو الساعه المناخيه معناها ان انا توزيع الفصول نفسها اتغيرت في توزيعها فصل الربيع والخريف والصيف والشتاء في مواعيدهم للاسف نتيجه التغير في درجات الحراره اللي حصل الفتره السابقه بعد الثوره الزراعيه خلال ال10 سنين اللي فاتت يعني. فتوقع ان انا هيتغير بدايه الفصل الربيع والصيف والشتاء، وممكن في اماكن هيكون فيها فصلين فقط وليس 4 فصول، وده للدراسات المتوقعه حاليا، وبالتالي لازم ناخد اجراءات للحد من التغير ده والتغير في الساعه المناخيه بتاعتنا. يعني احنا دلوقتي بقينا فعلا بنشوف انه الصيف مثلا او الشتاء بيكمل معانا لغايه ساعات شهر 5، هل ده نتيجه لارتفاع درجات الحراره التغيرات الكبيره دي؟ الشتاء كمان بيبتدي بعد شهر 12 تقريبا، هل هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا فندم؟ بالظبط هو ده. وكمان في فصول يعني تقريبا اختفت تماما وبقى في فصلين فقط لا غير، ممكن تلاقي شتاء وصيف فقط، او تلاقي ان في الربيع قل فترته، الخريف قلت فترته تماما، وبالتالي ده كله نتيجه التغير في درجات الحراره الفتره السابقه. يعني خلال ال10 سنين اللي فاتت زادت درجه الحراره 1.5 درجه مئويه، واحنا بنحاول تقريبا يعني في سنه 2023 كانت اكثر عام في زياده درجه الحراره، وصلت ل 1.5 درجه مئويه. فبنحاول ان احنا الفتره المستقبليه اللي احنا نوصل نثبت على هذا الحد ولا يزيد عن 1.5 درجه مئويه. ايوه، طب هنعمل ايه بقى دكتوره من خلال هذه الدراسه؟ يعني ايه نقدم الساعه المناخيه؟ في طبعا انا عندي امل كبير في تفعيل الاجراءات اللي اتخذت في COP28 والقرارات، سواء بزياده الطاقه الجديده المتجدده بنسبه 30%، تقليل الوقود الاحفوري تدريجيا، ممكن في اجراءات كتير قوي، التمويل المناخي، تمويل المشروعات الخاصه بالهيدروجين الاخضر وبالطاقه،
التمويل المستدام ليها، كمان تفعيل صندوق الخسائر والاضرار اللي مصر اتفقت عليه في كوب 27، وده كانت اكبر انجاز خاص بمصر في كوب 27، واتفقت الدول انها تساهم في هذا الصندوق وتفعل الاجراءات الخاصه خصوصا في الدول اللي هي متاثره جدا بتغير المناخي سواء كانت في افريقيا او الشرق الاوسط، وبالتالي ده ممكن يقلل من التأثير الضار للتغير المناخي الفترة المستقبلية، وتغيير الساعة المناخية المتوقعة دي ممكن احنا نحد من هذا التغيير. طيب احنا يمكن شفنا في الفترة اللي فاتت دول بتتعرض لفيضانات، دول بتتعرض لزلازل، ايه اكتر الدول يمكن عرضة للمخاطر البيئية يا فندم؟ والله احنا شفنا في 2023 كان في بلغاريا، ليبيا في عواصف وفي فيضانات وسيول، في كمان حصل في حرائق غابات في كندا، كل دول العالم متأثرة. وطبعا اكثر دول متاثره هي في افريقيا، بس هي عامه التغير المناخي ظاهره عالميه، كل الدول متاثره، ما نقدرش نقول في دوله متاثره اكثر من الثانيه. يعني هل الدول المتاثره في افريقيا متاثره بيمكن التصحر اكثر بالجفاف؟ بالضبط بالجفاف، التصحر بتغير بتلف المحاصيل، لان طبعا بتغيير الفصول هيتغير في نمو المحاصيل، الفترة النمو الخاص بيها هينتشر الامراض، هنتقل القوارض والافات من منطقه اللي هي زادت درجه حراره فيها لاقل حراره، هيحصل مشكله في تنوع المحاصيل نفسها في النمو الخاص بيها، فالتاثير على الامن الغذائي والامن المائي في دول افريقيا وعلى التصحر وعلى الجفاف ده باين اكتر في الدول الخاصه في افريقيا. طيب احنا بقينا نشوف يا دكتور خلال السنه اللي فاتت كان في قفزات هائله جدا في درجات الحراره، وده كان ملحوظ ومكمل كمان في هذا العام. الدراسة اعتمدت اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي اعتمدت على الاسفنج البحري لمقياس درجة الحرارة، ده نفهم منه ايه يا فندم وليه تم الاعتماد عليه؟ والله هو اكتر دليل على ارتفاع درجة الحرارة هو الاسفنج البحري، بيتغير لونه وبيتغير الجوده بتاعته نتيجه ارتفاع درجه الحراره، هو بتاثر جدا، وبالتالي ممكن ناخده هو كانديكيتور او كمؤشر لزياده درجات الحراره. احنا الدراسه بتقول ان احنا المفروض ما نزيدش خالص، اكثر حاجه ممكن نزيدها هي درجتين مئويتين في حد اقصى. وبالتالي احنا هنتابعه من خلال تحاليل خاصه بلون الاسفنج البحري وتاثره ونموه بيها، لانه اكثر الكائنات اللي متاثره بارتفاع درجات الحراره. طب انا عندي سؤال يا فندم، هل الاحتباس الحراري فعلا ظهر في ستينيات القرن التاسع عشر؟ يعني هل ابتدى المشكله دي تظهر من ستينيات القرن التاسع عشر؟ هي ظهرت في منتصف ستينات القرن التاسع عشر فعلا، وبعد بعد 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 فتره النمو الصناعي اللي خاص في اوروبا حصل نمو يعني مضطرب جدا في الصناعة. ده اول ما الانسان ابتدى يستخدم الفحم. بالظبط. وبعدين بعد كده ظهرت في ده اكتر كمان بعد فتره الازدهار الصناعي في اوروبا، اللي هو حصل استغلال جائر للموارد الخاصه بالطاقه للوقود الاحفوري، وبالتالي حصل انبعاثات للغازات الكربونيه زادت بنسبه 50% في العقود السابقه، وبالتالي ده اثر جدا على ظاهره التغير المناخي. نشكرك دكتوره نهى سمير عميد كليه الهندسه البيئيه، كل الشكر ليكي. دلوقتي مشاهدينا مع موجز لأهم الأخبار مع لميا. شكرا لك شازلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق الحزمة الاجتماعية العاجلة. وثمن مدبولي خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس السيسي لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل، لافتا إلى حرص الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية وتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية. في سياق آخر، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وكذلك جهود ضبط الأسواق تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع تشاوري في الرياض لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك تلبية لدعوة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبد الله. وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطرية، ووزير خارجية الإمارات، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية. هذا وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما عبر المشاركون عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وحثهم لكافة الداعمين لها على ضرورة الاطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من خطر حدوث كارثة إذا ما شنت هجوما عسكريا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة من دون التخطيط له كما ينبغي. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن بلاده لم ترى بعد دليل على تخطيط إسرائيلي جاد لعملية كهذه، مضيفا أن تنفيذ عملية مماثلة الآن من دون تخطيط أو تفكير في منطقة نزح إليها مليون شخص سيكون كارثة. وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة لن تدعم عملية عسكرية واسعة النطاق لما تنطوي عليه من خطر وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. طلبت نيكاراغوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وفق ما أعلنت أعلى محكمة في الأمم المتحدة. وذكر بيان صادر عن المحكمة أن نيكاراغوا طلبت الحصول على إذن بالتدخل لأن لديها مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف. ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وقال وزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر إن الاجتماع تناول الأعمال التي ترتبط بأولويات الحكومة وخاصة ضبط وتقليل الصرف، بالإضافة للقضايا المتعلقة بموازنة الحكومة الاتحادية لعام 2024. وأوضح جراهام أن رئيس مجلس السيادة أوضح خلال الاجتماع جهود الدولة في السلام وحماية المواطنين، ومشددا على ضرورة حسم التمرد وأهمية خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والخدمية وغيرها. قرر المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في اتهام الرئيس الأمريكي جو بايدن بسوء التعامل مع وثائق سرية قرر عدم التوصية بملاحقته قضائيا. وخلص المدعي الخاص روبرت هور الذي عينه وزير العدل ميريك غارلاند إلى أن لائحة الاتهام لن تكون مبررة، وصفا بايدن بأنه رجل مسن صاحب ذاكرة سيئة. ومن جانبه رحب محامي البيت الأبيض ريتشارد سوبر في بيان بقرار المدعي الخاص بعدم ملاحقة بايدن في قضية الوثائق السرية، لكنه رفض في الوقت نفسه وصف المدعي الخاص للرئيس الأمريكي بأنه رجل مسن ذو ذاكرة سيئة. قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده لن تتردد في استخدام كل قوتها لمحو من وصفهم بالأعداء إذا حاول أي منهم استخدام القوة ضدها. جاء ذلك خلال كلمة الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. كل واحد فينا جواه طفل صغير، الطفل ده بياخد القرارات بالنيابة عنه في بعض الأوقات، خصوصا القرارات المرتبطة بالعاطفة. بالطبع الطفل ده بيتأثر بأزمات الماضي وبيئة التنشئة وعوامل تانية كتيرة بتظهر في سلوكياته وفي عاداته. دايما احنا كده دايما بنقول ايه، اصلك ما عشتش طفولتك، صح يا بسنت؟ لا دايما كمان غير ان انت ما عشتش طفولتك، يعني بسمعها مش انت يعني. غير كده انا دايما في حاجه بنسمعها كتير قوي يا شاذلي، وهي انك عشان
تقدر تتعامل مع حياتك او الواقع اللي انت فيه دلوقتي، لازم تعالج او تهيل الانر تشايلد اللي انت المشاكل اللي حصلت لك وانت صغير لازم تعالجها يعني، ولازم تقف عندها وما تتخطاهاش او تفتكر ان انت تخطيتها. هنعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده، خلونا نخلي بقى الناس اللي هم بروفيشنال يكلمونا اكتر عن الموضوع ده. دكتوره شيماء الاسد استشاري العلاقات الاسريه والنفسيه منورانا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا دكتور. صباح النور عليك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. خلينا نتكلم عن النقطة دي، دايما نسمع كلمة لازم يعني تعالج الطفل الداخلي اللي جواك، ايه العوامل مبدئيا كده اللي بتأثر على شخصية كل واحد فينا عشان نقدر نقول لسه في كلاكيع جوه؟ تمام، يلا بينا. يلا. احنا اصلا الطفل الداخلي ده هو جزء من شخصيتنا اللي بيتكون فيه ذكرياتنا النفسية والعاطفية. طيب الطفل الداخلي بيتكون من امتى بقى؟ من هو احنا عندنا 4 شهور في بطن ماما لغايه 5 سنين. يعني ايه 4 شهور في بطن ماما؟ من اول ما النبض بيبقى بيني وبين ماما وانا حاسس بمشاعرها وهي الحياه والكيان بتاعي كله، فانا بتعلم عن نفسي وبكون شخصيتي منها. هي حابه الحمل وحباني، فانا نازل حاسس ان انا تمام ومحبوب. في ساعات تلاقيه يقول حمله غلطه مش جاي في وقت مناسب، بينزل الطفل يصرخ ومنهار حاسس انه مرفوض. فدايما تلاقي اطفال دايما اكستريم عصبيين وماسكين في مامتهم، هو بس بيوصل لها مسج شوفيني وحبيني لانه نازل شايف انه مش محبوب. طيب لما بننزل ونكبر، فده جزء بس عشان الناس تبقى عارفه ان احنا من 4 شهور لخمس سنين بنكون الطفل الداخلي بتاعنا. نزلت واتعاملت معايا ماما انه رحبت بيا وشفت كل اللي حواليا بيحبوني، التروما دي فعلا تروما بتخلص. حصل اني كملت او انا كطفل عادي طلعت في بيئه بابا عصبي، ماما بتتعامل مع الاطفال ان هي حاجه احنا ده وراثه، فاحنا بنخلف بنتجوز فبنخلف، فبالتالي الطفل بيحصل ايه بقى؟ اولا بيبقى مهمل. فاحنا عندنا العوامل، اول حاجه الاهمال، ان انا اتعامل مع الطفل انه مش فاهم حاجه، اني ابتدي يبقى صوتي عالي فلما الطفل يشارك ويتكلم اقول له لا اسكت انت. طبعا الانفصال بين بابا وماما ده بيبقى عامل كوارث طبعا، لانه الطفل بيكون سيناريو عن نفسه ان هما بيسيبوا بعض بسببي، هو بيسيب مشكلتهم وبيتخيل ان هو الكائن اللي بسببه عشان هما بيحطوه محور المشكله بالظبط. طيب الحاجة كمان الأهم، إن الطفل بيعمل، كلنا وإحنا أطفال بنعمل سيناريو كبير عن نفسنا من كل اللي إحنا بنشوفه، لأن الأطفال وإحنا صغيرين يا بيحبونا يا بيكرهونا يا بيكرهونا. فأنا دلوقتي بحبك وبدلعك يا بسنت يبقى أنا بحبك، فأنت طفلة محبوبة، جيت زعقتلك وقلتلك لا ما تعمليش كده يبقى أنا بكرهك. فبنبتدي إحنا بقى ناخد السيناريو ونكبر. طب إحنا كبرنا وعملنا سيناريوهات، إيه الطفل الداخلي بيأثر في شخصيتنا إزاي؟ انا دلوقتي لما حسيت ان انا مهمل ومرفوض ومحدش بيحبني، ولما باجي اتكلم بحد بيقول لي اسكت ده مش وقت تتكلم، فبطلع للحياه شخص كتوم، فاقول لا انا مش بتكلم عشان انا مش بحب اتكلم. لا هو حضرتك يا فندم وانت صغنن سكتوك، فانت بقى عندك كبت في المشاعر مش عارف تعبر عن نفسك. طيب طالع هجومي واندفاعي وكل ما حد يتناقش معاك صوتك عالي، انت قليل الادب. هو مش قليل الادب ولا شخص هجومي، هو حصل له قهر وهو طفل وحصل له تنمر، فهو بيدافع عن نفسه، فخد وضع انه يدافع. هتيجي تقولي لي حاجه فانا ههجم، لا انت وحشه. نلاقي دايما كبار الوقت في السن بشوفهم اول ما يحصل اي حاجه، احنا قاعدين ما فيش حاجه مثلا دي وقعت، اقول لك انت اللي وقعتها، انت ماليش ليه بقى، هو انت نفسك بص اتخضيت انا مالي. انا اتعودت وانا صغيره حد يقول لي انت السبب، بيرمي اللوم على ايه، برافو عليكي. فانا دلوقتي بطلع اللي هو لا كفايه بقى، فبخرج اي حاجه، بس انت اللي غلط، محمد اللي غلط، فما فيش تحمل مسؤوليه. انا أي لا مشكلة. لا بقول بدافع عن نفسي انا، لا كفايه انا طول الوقت وانا صغير انت انت، فانا بخرج الا بعمل حاجه تانية بصدقهم، فبتطلع شخصيتي ضعيفه. ضعيفه جدا. ولو انت جيتي يا بسنت ده بيحصل والله، بشوف دكاتره مهندسين كبار مثلا حضرتك ناجح، لا انا فاشل كل الانجازات دي ليه؟ لان وانا صغير اتقال لي يا فاشل يا فاشل يا فاشل، فبالتالي بدا الطفل يصدق الصوره الذاتيه عن نفسه. طيب احنا بدانا نشوف ناس كبار ما همش صغيرين يعني عشرينات وثلاثينات واربعينات،
وفي بعض التصرفات صغيره كده بنحس ان هي تصرفات اطفال شويه طفوليه بسميها سلوكيات طفوليه فبنقول له اصل انت ما عشتش طفولتك. هل ده فعلا كلام مظبوط؟ لا، هو مش بقى ما عاش طفولته، هو الطفل زي ما كانت بسنت بتقول لسه ما دخلش مرحله التشافي، فاحنا بنكبر بجسمنا والطفل جوانا لسه زعلان بيعيط. يعني مثلا جيت اتكلمت معاك مثلا، تعالوا نعمل حاجه سيتويشن دلوقتي، فانا بقول لك ايه، لا لبسك وحش قوي، خد بالك انا صغير اصلا فانت تزعل، فسلوكيات الطفوليه تعمل ايه، انت بقى هتتقمص وتاخد جنب، انا مش هكلمها تاني. مثلا قلت لبسنت نفس الكلام، فبسنت تقول لي ايه، مالكيش دعوه انا واثقه من نفسي، ولا هي هنا بتدافع عن نفسها ولا حضرتك قلت لا انا مش هصغر عقلي وهرد عليها. الاثنين سلوكيات طفوليه. ليه؟ ده اتقمص، هو صغير ما خدش الموضوع بكبير، وبسنت خدت الموضوع هجومي بتدافع عن نفسها. السلوك الطبيعي بتاع الكبار ايه؟ تمام، لان احنا ماشيين بكونسبت رايك فيا لا يدل عليا، كل واحد ليه حريته الشخصيه. رايي ما اثرش فيكوا، اوريدي شخص واثق من نفسه ايا كان ردي، لكن ما تهزتش من جوه يعني. بالظبط. لكن اول ما حد يتصرف تصرف انا لمسته، اذا الطفل اللي جوه لسه زعلان. ليه بنقول بقى برد عليك السلوكيات الطفوليه؟ طول ما طفلك الداخلي سايبه مش بتعالجه، هو بيعمل كوارث. مش بس سلوكيات طفوليه في الزعل، يعني مثلا دلوقتي احنا في مكان تمام، و كده كده انا بقول ان حصل لكم حصل اهمال للطفل ده عشان الناس تصدق ان انت ولا حاجه. فبعدين طول ما انت موجود تعلي صوتك، تتكلم، بتعمل ايه، اتنشن، عايز تقول لهم شوفوني انا موجود، انا موجود، ما تدلعش بقى وصغير، ما حدش كان بيتعمل بالظبط. فهو عايز يثبت نفسه، فخد بقى على كده ردود افعال كتير قوي طول ما الطفل الداخلي بتاعنا لسه زعلان وبيعيط. تعالوا شوفوه بقى لما اتجوز بقى، يعني تعالوا شوفوا شخص زي ده لما يتجوز. ايوه انا عارفه يا دكتور القصه دي مهمه جدا جدا جدا، انه اعتقد انه ابتدينا نكتشف موضوع الطفل الداخلي ده قريب يعني. بالظبط، لسه الثقافه دي مش اكتر من 7 سنين بدا الحوار فيها باستفاضه. وحقيقي لما ابتديت اقرا في الموضوع كتير لقيت انه ده حقيقي، كل تصرف احنا بنتصرفه ده بسبب حاجه في الطفوله حصلت احنا فاكرين ان احنا نسيناها، لكن في الحقيقه احنا ما بنكونش عديناها او تخطينا الأزمة دي. وزي ما كان شاذلي بيقول، المشكلة لما ما بنعالجش ده بندخل بقى في جوازة مثلا. فتبتدي بقى أنا هفرجكوا بقى على الجواز، قول لنا. أنا هفرجكوا على الجواز. طبعا دلوقتي مثلا طلعت بنت هي كانت زعلانة ومش حاسة إن هي، لأن ماما مش مطلعاها إن هي واثقة في نفسها، واثقة في نفسها. دي حالة كانت عندك. تمام، فنسبة الاستحقاق قليلة. طب جه بقى هو الزوج نرجسي بقى، ده يعني ايه النرجسي بقى، حصل معاه ايه هو صغير؟ النرجسي ده بيبقوا اتنين بس، انا يعني هقول لكم وبعدين هحكي لكم الحاله بتاعتي يعني. ماشي، اوكي. النرجسي اما تعنف قوي فهو شخص ضعيف ومهمش، فيطلع زي الطاووس كده ريشه عشان الناس ما تشوفش اللي جوه، وكل حاجه جواه هو بيعمل عكسها. انا اتاذيت فانا هاذي، ودول هتلاقيهم دايما دايما لازم يبقى بيرفكت، لازم يبقى ناجح، صاحب انجازات عشان الناس تشوفه. بس بيوقع الدنيا في بعض وبيصطاد البنات الطيبه. انا بتكلم على الراجل نرجسي، ماشي. طيب التاني بقى اللي هو المدلع. المدلع ده اوريدي خلاص اتربى ان هو محور الكون. فانت لما بتيجي تدخلي له حاجه في الثقافه ان في ناس على فكره وفي تعاون وفي مشاركه، انت اكيد مش طبيعيه، انت لازم تجيبي لي كل حاجه ولازم اللي انا عايزه اقوله. وده بيبقى بقى في مراحل مثلا طفل وحيد، ولد على بنت، او والعكس برضه عشان ما بقاش بنت على ولد وهكذا يعني. طفل كان مدلل الاخير، يعني نماذج كتير. انا هقول لكم بقى الحاله اللي عندي. هي البنت نسبه استحقاقها ضعيفه لان هي صدقت في نفسها ان هي، اسكتي انت فاكره نفسك ايه، مع انها البنت كويسه جدا يعني، دي حاجه. الولد نرجسي زي ما انا بحكي، بس هو كان معنف، فبالتالي ايه اللي حصل، هما جذبوا بعض، جذبوا. مش قانون الجذب، دايما الانسان لما بيبقى ضعيف بيبقى محتاج حاجه فيها قوه عشان يخاف يمسك فيها يحتمي بيها. فاللي حصل القط ما يحبش الا خناقه. فاللي حصل انه طبعا هو بقى بيمارس كل سيطرته انه يشبع رغبته لذاته ان هو حاجه فظيعه عليها،
لما هي طب فين المشكله؟ ما في استقرار اهو. لا ما فيش استقرار، هو بيصرخ وبيزعق وبيقهرها وهي بعد ما بتتضايق بتتقبل وبتقول صحيح اكيد انا في حاجه غلط. لما بدات القهر يزيد، كان في صوره كده زمان جايبين لك انه الاب لما يزعق للام، الام تزعق للطفل، الطفل يزعق لحيوان صغير وهكذا. هي سلسله يعني، هي دي سلسله، بس قصدي دي مش في يعني مش في المنطقه دي. هي لما لقت الامور زادت عليها وجالها كانسر. طب عايزة أوصل لكم أن الجزء النفسي ده خطير جدا، هو اللي بيجيب الأمراض، وجالها كانسر فبدأت تشتغل على نفسها، واللي بقوله ده على فكرة يا جماعة حصل بجد. وبدأت تتمرد لأنه هي لقت أن هي عرفت هي مين. ما هو طول ما احنا قاعدين مش شغالين على الطفل الداخلي بتبقى عايش قدراتها إمكانياتها. انا مش انا انا بسميها المشخصاتي، بمعنى ان في حد بيبقى شايف عمه رجل اعمال كبير، فهو الناس احترمته فهو بيخرج يقلده. وبعد عشان كده كنت لسه بحكي، بيجوا ناس كبيره وناجحه ويقولك انا مش مبسوط لانه مش هو يا شاذلي، هو عمه. يعني انا سميتها فقره المشخصاتي فعلا، هو عمه. هو كان ايه بقى؟ هو كان فنان بيحب يلعب على الجيتار، ده هو لما طلع. فطول ما احنا بنلعب مع نفسنا. طب وقصه البنت عملت ايه بعد قصة كده؟ قصه البنت الحمد لله ان الكانسر بدا يتشافى معاها، لان طول ما هي انت بتوصلي لنفسك وتخفي روحك تخف جوه، مناعتك النفسيه بتعلى، فبالتالي المناعه الجسديه بتشتغل، فهي بقت بتقاوم الكانسر لان هي عرفت ان هي كويسه وهي تستحق. والكانسر كان جاي فين؟ في الثدي، رمز الانوثه. ما انا بحكي لكم يعني حتى لما بيجي في ليها معاني يعني. فهو ده جزء من جزء الشفاء الطفل الداخلي. اتفضل. احنا ازاي نساعد ولادنا بقى ان هم يقدروا ياخدوا القرار الصح؟ طيب هقول جزئين. خلينا نتكلم عن نفسنا عشان هو العك فينا احنا الكبار عايزين ندور عليه كده، وهخش على اولادنا لان لو انا ما عرفتش او احنا كبار الجيل الحالي يعني كلنا لغايه بقول لحضرتك بيجي لي لغايه 60 و65 بيطلع الطفل الداخلي بتاعه. طب اقول لك حاجه يا شاذلي، معنى كده ان اهله اللي كانوا قبليها مثلا بالظبط حط عليهم 20 30 سنه كمان. يعني الموضوع قديم. فاكر لما جيت قلت لك احنا مشكلتنا كلنا عكه يعك وعكا، كله يعني ربى بعض بالوراثه وفي افكار عقيمه يعني. طيب اللي انا عايزه اقوله لك هنا لما بحكي لك دلوقتي على الناس الكبيره، انا دي كيسه اهي، جات لي واحده 65 سنه، لما بدات اتكلم معاها عن الطفله بتاعتها هي عيطت، محدش كان بيقول لي انت حلوه 65 سنه يعني احنا بالنسبه لنا، وخدوا العروسه بتاعتي. قلت لها روحي. ده بجد؟ وجابت العروسه بتلعب مع العروسه. هي شفتي الطفل لما يبقى صغير مش بتدي له الحاجه بيسيبها، هي مجرد جابت العروسه ولعبت بيها خلاص اديتها لحفيدتها. الموضوع كبير وخطير. سمعت مره انه عشان تعالج الطفل الداخلي انت لازم تغمض عينك كده وتتخيل الطفل ده في موقف معين كان بيقرقك وانت صغير او بيضايقك ايا كان ايه هو، وتروح له انت كبير وتطمنه. هل ده تمرين معين بتقولي لي؟ ده من ضمن التكنيك. بس بيبقى ليها كذا حاجه يعني. مثلا هقول لك على حاجه دلوقتي، لو انا جبت لك صوره يعني تخيلي كده معايا بنوته حزينه وسالتك سؤال، تفتكري هي زعلانه ليه؟ حسب بقى كل واحد شايفها ازاي. بالظبط يعني اديني حسب سنها. اديني رد يا بسنت. حسب سنها. هي عندها خمس سنين. هالي. هي خمس سنين كانت عايزه تلعب مثلا وعامله كده. ما انا لو قلت لك هتعرفي مشاكل انا ومش هقولها مش هقولها لك. بس دلوقتي كل ده برضو كل واحد ممكن يعملها، دي موجوده في اي حته يجيبها حتى على جوجل. انه في صوره بنت زعلانه والولاد صوره ولد، وتتفرجي شوفي صوت هي بقى اللي هتتكلم. انت كل واحد فيهم هيشوفها يعني. انا عندي مثلا في بيقول لي دي بتعيط، في بيقول لي بتفكر. الصوت اللي هيطلع وانت بتوصفي حاله البنت دي اعرفي ان دي انت الطفله اللي جواكي. ذكيه يا بسنت. ايوه فهمت. ذكيه وخلعتي. فهمت. انا كنت هتكلم على فكره. ده تكنيك. وفي كمان ان احنا بنعمل برضو تامل بطريقه معينه. هو هنا كان بيبقى بيضحكوا بقى لما بيقوموا يفوقوا، ان انت بتلاقي اللاوعي بتاعك بيرمي لك مواقف مخضوضه، ايه ده بجد؟ تلاقي نفسك بقى انت شايفه نفسك حاجات كده. فهو ده بقى، وهو مش هي رحله، بس اول ما بتوصلي بترتاحي.
على الاقل بتفهمي انت كنت بتعملي كده ليه. طيب يعني انا اول ما افهم ايه المشكله فين بيبقى 90% نجاح. خلاص لان انت وصلتي ايه اللي حصل ووصلتي انت زعلانه ليه فبتجيبي الحاجه. طب في بنوته عندي عارفين واحنا صغيرين مش كان بيبقى فيه الشراب الابيض بتاع المدرسه اللي بالظبط خطير ده. هي كانت هي في دي. انتوا متخيلين عايزه اقول لكم ايه ولد اتحرم ان انت راجل يعني ايه تقعد تعمل طياره يعني. قلت له هات ومش عايز يجيب الطياره بتاعتنا. راح نزل جاب الحاجات الخوص. هو يعني بقول لكم يعني انا بشوف حاجات اول ما بتعمل اشباع دي بقى الحاجات الالعاب. طب انا عملت كل الكلام ده يا دكتور وانا صغير. طب يعني ايه عملت طب لو الولد هو عايز يعترف على نفسه لو الولد زعلان هتفتكر انه زعلان ليه او حزين ليه وهو طفل صغير مثلا. طفل صغير ما هي يعني اقصى مشاكل الاطفال ايه. انا ماليش دعوه انا بكلمك انت. ايوه ان هو مثلا كان عايز يلعب وليكن كان عايز يلعب مثلا وبابا منعه. انا عارف ان هيكون في اسباب ثانيه كتير ولكن مثلا شاف عنف اسري كان عايز يلعب وبابا منعه بالظبط كان يعني عايز يلعب وبابا منعه. بقول له ايه يعني جالي قلت له انزل عايز العب كره في الشارع قلت له انزل العب كره. حاجه ثانيه بيبقى مثلا الام مسكت البنت كل حاجه انا بحكي بقى بنت هنا كل حاجه فيها وحشه فبتطلع البنت بتعمل كميه عمليات تجميل وبرده مش هتبقى مرتاحه لان هي صدقت ان مامتها فهمتها ان هي في حاجه ناقصه. اول ما بتتصالح مع نفسها وتفهم ان ده انبوت دخل جواها مش حقيقي وان ما ينفعش ان انا كل حاجه اسمعها او شفتها زمان اصدقها عن نفسي فبيحصل تغيير للصوره الذاتيه بتاعتي. عشان كده بقول احنا بيبقى انا مش انا. انا ماشي قدام الناس مثلا شيماء بس السيناريوز اللي انا كونتها عن نفسي وكل الداتا اللي خدتها وحطيتها وصدقتها ومشيت بيها انا كنت فاكراها. اول ما بشيل كل ده وبشوفني انا بقى جوايا بعرف ان انا بكمل. يعني انا هتكلم عن نفسي اهو انا هعترف لكم انا كنت برضو فاكره ان انا مش محبوبه مع ان انا محبوبه جدا تمام ابص الثقه بالنفس بقى ماشي نرجسيه يا دكتور نرجسيه جدا اكيد وراها سبب تمام. فده كان بيخليني طول الوقت اهي نقطه اهي من اللي بتتعالج فيه الطفل الداخلي طول الوقت ما بقولش لا اي حد بقول له ليه عشان تخلي الناس انا فاكره كده تحبني. ده بيبقى تحت حاجه اسمها بيبل بليزر انت طول الوقت بتدي وما بتتكلمي ما بتقوليش لا وطول الوقت بتيجي على نفسك. اول ما انت وصلتي وفهمتي ان الموضوع ده انت اللي عملتيه كده وانت صاحبه الكارثه اللي عملتيه خلاص بتحطي ليميت عايزه اعمل هعمل مش عايزه اعمل ما بعملش. كنت ببقى عندي تخوف لاشياء معينه تمام. لما عالجت الطفل الداخلي انا لقيت نفسي ان انا مغامره فظيعه ما بخافش اصلا. فانت بتكتشفي اصلا في شخصيتك ان انت عندك حاجات هي مستخبيه لما بتظهرها بتلاقيها عكس تماما شخصيتك اللي انت كنت ماشي بيها. يعني نقطه مهمه اللي الشاذلي اتكلم فيها انه اطفالنا يعني انه انا النهارده لازم اخد بالي كويس قوي وانا بتعامل مع طفلي عشان ما نقلش الكلاكيع اللي عندي. كلنا عندنا كلاكيع خلينا نبقى متفقين كلنا عندنا ترومز عاديه بس الشاطر اللي بيشتغل عليها. ما انا بحكي عن نفسي اهو بحكي لكم حاجات بالظبط. انا النهارده ازاي ما نقلش لابني. ومشكله كمان احنا بنعمل حاجه بقى تانية انه انا عشان اجنبه اللي انا تعرضت له انا بعمل اكستريم هعمل الاكستريم تماما ايا كان. انا بقى كنت متضايقه من ايه من حاجه صغيره انا هديله حب كتير هعمل مش عارفه ايه الحاجات دي كلها. فازاي ابقى عندي الاعتدال ده في التربيه في نفس الوقت ما نقلش المشاكل اللي كانت عندي وفي الوقت نفسه انا بحاول بقى اعالج الطفل الداخلي. يعني انا بشتغل اصلا على نفسي كمان. انا هقول يعني جمله كده جميله وصغننه. هو اولا انا مش هفكر اني هقول انا ما نقلش انا ماليش دعوه انا شخص مستقل وهو شخص مستقل. انا هركز واتعلم حاجه واحده التقبل اللي ربنا خلقنا بيه في فطرتنا واحنا لخبطنا الدنيا. اتقبله عشان انا لما اتقبله هحترم شخصيته فسيب شخصيته هي اللي تطلع. لما تطلع وانا اشوفها واساعده اعدلها مش اتحكم فيه. بمعنى يعني انا عندي مثلا هقول لكم نوعين. طفل هو طالع ما بيحبش الكلام الكتير ده شخص حساس يبقى انا هتعامل معاه بالاسلوب المسيسه. هو عمره ما هيتناقش معايا بصوت عالي هيطلع عنيد عشان يدافع عن نفسه. فانا هشوف اهتماماته كده هيبقى فنيه. فهو فنان يعني هيكتب هيرسم اشوف شخصيته فتطلع شخصيته. انا هخش بايه ده من الشخصيات الحساسه دي بتبقى ضعيفه.
انا هبتدي بقى اعلي عنده الدعم عشان يبقى وهو شخص حساس كده سواء راجل او ست، هي ملهاش علاقه على فكره، عشان دي برضو من الثقافات الغلط، انه يبقى مسؤول فيبقى واثق في نفسه. فمش معنى ان انت طيب وحنين ان انت يضحك عليك، ده جزء. ولد تاني او بنت تاني هي بتتحرك كتير، بتضحك صوتها عالي، عندها يعني فرط حركه مثلا، انا هاجي هنا اشغل طاقتها جدا هشغل طاقتها بنشاطات كتير واشوف هي عايزه ايه. مش برضو انا اللي اقرر من هنا، شخصياتهم الحقيقيه اللي جوه، ما هو ده الطفل الداخلي، شخصياتهم الحقيقيه اللي جوه بتطلع، اتعامل مع حقيقتهم وانا ازود بقى الدعم، الثقه بالنفس. كلنا على فكره كلنا عندنا اضطرابات نرجسيه بسيطه، انا عايزه كل حاجه تطلع يبقى ليها ليميت. يعني هو الاكستريم اللي عامل لنا المشاكل. الدنيا بسيطة على فكرة قوي يا جماعة، بس هي يعني ايه، شعرة بالزبط. شعرة صغيرة كده، لكن الدنيا بسيطة قوي. واحنا بنتخيل دايما ان تربية الابناء في ان انت تعمل الصح وما تعملش الغلط، ونزعق على ده ونكافئ بزيادة على ده في بعض الاوقات، وناسين العامل النفسي اللي ليه تأثير على كل حاجة في حياته كطفل ولما يكبر وعلى ابنائه. الموضوع كبير يعني مش صغير. بالظبط. يعني في الحقيقة أنا شايفة أنه ده موضوع مهم جدا جدا أن احنا نتكلم فيه، وحلقة واحدة بصراحة مش كفاية، أو فقرة واحدة مش كفاية، لأن احنا لازم جلسات نقعد كتير قوي نتكلم عن الموضوع ده، لأنه فعلا مش ناس كتير عارفة أنه المشكلة بتبتدي للأسف من وإحنا صغيرين قوي. ونصيحة صغيرة، اللي يحس بحاجة ما يكبرش وما يهربش، كمل، لأن بجد أنت هتبقى في منتهى السعادة، روحك هتبقى خفيفة جدا، وهتشوف يعني لو اللي فات مشيت فيه وانت مش انت، كمل وانت سعيد بانت. طلع الطفل اللي جواك. نفسي كمان نورمالايز اسمها، ونخليها عادي كده، ان احنا نروح عادي لدكتور عادي. نفسي استشاري بالزبط. نفسي يساعدنا، نحط ايدينا بس على المشكلة فين، يعني انا ليه بتصرف التصرف ده. هيبقى اخصائي في الجزء ده، مش يعني مش دكتور بحس يبقى فيه ادوية، الموضوع مش محتاج ادوية عشان الناس ما تتخضش. دكتورة شيماء الأسد، استشاري العلاقات الأسرية والنفسية، بشكرك على وجودك معنا. شكرا جزيلا يا فندم. ميرسي يا شيزل. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقراتنا. برحب بحضراتكم من جديد. صناعة السجاد والكليم من واحدة من أهم الصناعات التقليدية والتراثية اللي موجودة في عدد كبير جدا من المحافظات المصرية، خاصة محافظة الوادي الجديد، واللي بتشتهر بأفضل أنواع السجاد اليدوي، وبيشتغل في المهنة دي عدد كبير جدا من الشباب والسيدات. خلونا بقى دلوقتي ناخدكم لمركز التدريب على هذه الحرف اليدويه اللي موجود في الوادي الجديد، ونتعرف منه ازاي بيتم تاهيل وتدريب الاهالي على هذه الصناعات التراثيه المهمه. احنا عندنا هنا حرفه السجاد وحرفه الكليم، بنعمل الشغل الوحاتي، رسومات وحاتيه، بنعمل تقنيات حسب الديزاين المطلوب مثلا مننا ممكن بننفذه. برضه عندنا السجاد بنشتغل بالصوف الطبيعي، وبنشتغل بالصوف اللي هو بنشتغل بالحرير، برضه عندنا سجاد الحرير. عندنا الكليم بنشتغل بقصايص القماش، وبرضه بنشتغل بالصوف، وحدات برضه زخرفيه من الواحات، بنطلع اشكال جميله وبتنزل معارض في على مستوى ربوع مصر. يعني في عندنا قسمين، قسم السجاد ده بنشتغله بالعقده بالصوف اللي هو الخرفان، اما بالنسبه للكريم بيتقسم الى قسمين، قسم بيتعمل بالقماش القصايص اللي هي بالزيت من البيوت بنستغلها، والقسم الثاني ان احنا بنشتغله بالصوف. بنبدأ طبعا ندرب دفعة لحد ما نبدأ ندرب دفعة تاني عشان يفتحوا مشاريع في بيوتهم. بنشتغل كليم وسجاد، بس أنا دلوقتي تخصصت في الكليم، جيت هنا اتدربت بقالي كذا سنة، وبعدين دلوقتي بقينا مدربين، يعني اي حد بيجي عندينا هنا هوت في المركز بنقدر ان احنا ندربهم يعني ونعلمهم. يا
يعني السجاده عامه من الحاجات اللي غاليه قوي لما تيجي تشتريها او لما كمان بتستوردها من بره فبتكلفك فلوس كتيره جدا وعمله صعبه. لما النهارده نلاقي عندنا صناعه السجاد بيقوموا بيها سيدات شغل يدوي، حاجه لما بتبقى حتى بيقولوا عليها ايه الهاند ميد، لما بتبقى شغل يدوي كده تكلفتها حتى في البيع بتبقى اعلى. فلما يبقى عندنا النهارده النماذج دي من السيدات اللي قادره تعمل الجمال اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي معانا في التقرير، حاجه جميله جدا ان احنا نشتري بقى محلي ونبتدي خلاص احنا عندنا هو الحاجات دي بتتعمل على ارض مصريه بايادي مصريه، ستات حاطه كل جهدها في الشغل ده معمول باخلاص كبير. ففي الحقيقه احنا ده دورنا بقى النهارده ان احنا نشجع صحيح. المنتجات دي وان احنا نشتري منهم. صحيح يا بسام. طيب بمناسبه ذكرى وفاه برنس السينما المصريه عادل ادهم، ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك. دلوقتي ناخد مجموعه من التعليقات والافيهات بقى للناس فاكراها لعادل ادهم. احمد اسامه بيقول له بتقفل الباب ليه يا معلم؟ قال له عشان هنرقص دانس. بحب قوي الافيه ده. واحمد فاروق وفي كذا حد كمان، نتقابل في جهنم بقى، ما احنا لو دخلنا الجنه مش هنلاقي حد نعرفه. طبعا من ضمن التعليقات كمان اذبح زكي قدره، يذبح زكي قدره، اهرب زكي قدره، يهرب زكي قدره. عبد الحكيم فهيم بيقول اجمل مشهد بتاع الحق يمشي ولا الباطل، ده المشهد اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع الفرن. ابو ريان بيقول الريان بيصبح على مصر كلها، صباحك فل يا ابو ريان. فيلم الفرن عايز حقي في قال له فين؟ قال له حقي في الفرن، قال له يبقى اتحرق يا معلم. ده كمان من الافيهات الجميله قوي. عبد الحي ابو المجد اجمل افيه للبرنس في فيلم حافيه على جسر من ذهب، جنب منين فلوس الصرصار ده. على كل بكده احنا وصلنا لختام حلقتنا النهارده، بنشكر حضراتكم على المتابعه. بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.